للمشاركة في المؤتمر الجميل الرائع الناجح اللي هو بدأ ناجح وبيكمل ناجح إن شاء الله. بيسعدني إن أقدم لكم دكتورة جيهان فؤاد ناشونال نيوتريشن انستيتيوت، واللي هتكلم عن البريست فيدينج ريفيوزال فروم ماذر بروسبكت. اتفضل دكتور جيهان. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في موضوعنا ان شاء الله في الورك شوب بتاعنا، يا رب يكون كلامنا خفيف عليكم. احنا النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا انا وزملائي واساتذتي الافاضل على البريست على الملك البريست ميلك ريفيوزر. شويه مشكله بتقابلنا كتير، يعني معانا فيديوهات معانا كيسز هنوريكم الدنيا ماشيه ازاي واحنا ازاي عندنا مشاكل مش بنحلها مع الامهات. الاوت لاين بتاعنا ان شاء الله المعهد القابل للتغذيه، ده مكان العمل بتاعي ولا اعتزي بوجودي من ضمن التيم الشغالين في المعهد. الشباك المفتوح ده المكتب بتاعي على النيل، القعده حلوه تشرفونا، يعني المكان جميل يعجبكم جدا، وطبعا يعني احنا بنقدم خدمات جليله يجي ظروف نتكلم فيها بعد كده. الاوت لاين بتاعنا النهارده ان شاء الله هنتكلم كانترودكشن الاول، بريست از ذا بيست بلاي بريست فيدنج بيهيفير واتس نورمال، وهل فعلا في حاجه اسمها نورمال بريست فيدنج بيهيفير؟ Our early weaning nursing strike, fussiness and nipple confusion synonymous with not؟ هل الكلام كل الديفينيشن دي حاجه واحده ولا في فرق بينهم؟ وهل اقدر افرق بينها كلينيكالي؟ What are the causes of the nursing strike؟ What is the feeding cue paradigm shift؟ دي محاضره الدكتوره عفاف. Can breast feeding refusal predicted in NICU؟ دي محاضره الدكتوره عبله الالفي. How to manage؟ الدكتوره داليا ثاني. وكيس سيناريو زميلتنا العزيزه الدكتوره اسماء. وفي الاخر هنتكلم على جو هوم مسجز، نطلع طلعنا من ايه من الكلام بتاع النهارده. جرت العاده ان احنا لما نيجي نتكلم عن بريست فيدنج، بريست فيدنج از ريكومندد اند مونت ادابتد نيوتريشن فور تيرم اند بري تيرم انفنت. بريست فيدنج از موديفايبل هيلث بيهيفير ويتش هاز ذا بوتنشال تو انهانس ذا فيزيكال ايموشنال كوجنيتيف ديفلوبمنت اوف بيدياتريك بوبيوليشن. لما نيجي نتكلم عن البريست فيدنج دايما نتكلم نقول هذا بنفيت تو ذا مذر، هذا بنفيت تو ذا بيبي. ودلوقتي كمان نصايحنا للشباب انك ركز قوي على البنفيت تو ذا مذر. الامهات تركيبتهم اختلفت شويه، فهتقول في بنفيت للتشايلد لو رجع للفيرست اور، المورتاليتي ريت اقل، السبسيس، النيمونيا، كل المشاكل اللي بتحصل حتى للبريتيرم هتبقى الريت بتاعها اقل. وفي نفس الوقت لازم تقول للام انها واخده بنفيت، لان ده بقى حاجه مهمه جدا في المانجمنت. الامهات ما بقتش بتصبر زي زمان، انت هتبقي حضرتك ليس ريسك ان يجيلك ديبريشن بوست بارتم ديبريشن، هتبقي الريسك بتاعك اقل، هترجعي لوزنك ودي حته مهمه جدا، هرجع لوزني بسرعه كل ما اكون برضع طبيعي، ممكن اعمل امينوريا من غير ما اخد بيلز، لان برضه دي حاجات بتبقى قلق الامهات، وبرضه لو عندك هيستوري كمان بالذات البريست كانسر ظروفك هتبقى احسن. لكن الاحسن ان احنا كمان اون ساينتفك بيز انا ببص بقى للبريست فيدنج اون دروب اوف ميلك بشكل تاني خالص. انا عندي 3 دي دروب فيها ووتر بروتينز لاكتوز اسينشال فاتي اسيد لونج تشين فاتي اسيد سبيسيفيك ماكروفاج فيها اوليغوساكرايد زي ما هنتكلم ستام سيل هرمون جروث هرمونز كل الحاجات الموجوده في البريست ميلك انا مش محتاجه اضيفها واعلي ثمن العلبه عشان فيها الحاجه دي، الحاجات دي كلها موجوده في البريست ميلك. وجود الفاكتورز دي كلها في البريست ميلك مع وجود الايبيجينيتك فاكتور اللي هو الدايت والانفيرمنتال فاكتور الماتيرنال ايج الريدنس عشان يحصل ديفلوبمنت للاميون سيستم ان هو يتحول من اماتيور لتوليرنت اميون سيستم دي حاجه مهمه جدا. لما باجي ابص على الدروب اوف بريست ميلك اندر ذا مايكروسكوب هو ده شكلها الاولانيه دي فورمولا ميه بسكر تحت الميكروسكوب ما فيهاش حاجه. الباكيليشن ده بتاع 4000 سيل اكتف سيل موجوده في كل 1 سنتيمتر اوف بريست ميلك. الفاريابيلتي مفيش فلويدز في الجسم فاريابل زي البريست ميلك. الفاريابيلتي في الاول كلاسترا شويه كمان على اسبوع نبتدي نخش في ترانزيشنال ميلك، بعد كده هبقى ماتيور ميلك. فاريابيلتي في الحجم والكميه وفاريابيلتي كمان في الماكرو نيوترينت والمايكرو نيوترينت كونستيتي. هبتدي بتحول عندي فور ميلك الووتر عشان الامهات اللي عايزه تشرب العيال 80% فات من الووتر انت مش محتاجه،
والهايد ميلك اللي هو بيتخن الطفل، احنا عارفين ان كل جرام بيجيلي 9 كالوريز بالفات، عشان كده ومعده صغيره، فدي فايده مهمه جدا في الكوليستيريول. الاميون نفس الفاريابيلتي في الاميون سيستم، في الاميونوجلوبلين انا عندي سيرج من الاميونوجلوبلين ايه ريدي عشان يعمل لي لايننج للجي اي تي، انا لسه دي اول جهاز مناعي هيقابلني، هو ده اللي هيحمي، وبعد كده هيبتدي يتكون عندي اميونوجلوبلين ام واميونوجلوبلين جي. لما باجي اتكلم على الفاريابيلتي كمان انا بريتيرم وحسب الوقت كمان، انا فيرست ويك سكند ويك ثيرد ويك، او انا ماتيور او ماتيور ميل، لو زي ما احنا شايفين عشان في كلام كتير يتقال اصل بريتيرم لازم ياخد فورمولا، شايفين البروتين كونتنت يا جماعه في البريتيرم في الاول اسبوع من 19 جرام، فهاي بروتين سبيسيفايد للطفل اللي عنده مشاكل في الويت. فاريابيلتي في الريليشن بتوين الويت والكازين، ودي ليها علاقه بالدايجستابيلتي والطفل ما عنده كونستيبيشن والجاز زي ما انتم عارفين. في حاجات بقى موجوده في الميلك دي مش موجوده في حته، دي مش هيحطوها اديشن ونزود العلبه 30 جنيه، لا. عندي الهيومن الفا لاكت البوم ميد ليتر تو تيومر سيل، وطبعا الريسيرش فيها شغال جامد جدا لبين دول. عندي الاوليجوساكرايدز اللي هو موجود اصلا في البريست ميلك ومش موجود في اي مكان تاني، ولا حتى لو اتعمل في الفورمولا اتعمل بالجينيتك انجينيرنج، الفانكشن بتاعته كتيره جدا. اميونو موديوليشن، لايننج للجي اي تي، وحاجات كتيره لسه كمان الريسيرش شغال فيها مش عارفينها. عندنا حاجه مش موجوده في اي حته اللي هي انتيرو ميمري اميون سيستم. يعني ايه؟ يعني اي انفكشن بتتعرض له الطفل في السيتويشن علاقته بالام في اللاكتيشن هيتنقل للام، تكون له اجسام مضاده وترجع تديها للطفل. احنا دلوقتي الطفل بيعيا كتير، بقول للام روحي رضعيه في الحضانه عشان الانفكشن اللي حواليه يتكون له عندك انتي بودز ويتنقل تاني لابنك. الستار سيل اللي احنا كلنا بنتكلم عليها والريسيرش وداخله في كل انديكيشنز كتيره جدا، هي موجوده عندنا في البريست ميلك والاكزوزومز، الايرا الجديده بتاعت الاكزوزومز، ده بروتين ريدي اقدر اقص واطبع منه اي حاجه انا محتاجاها، اشيل حاجه هتجيب لي تيومر، احط حاجه انا محتاجاها، ار ان ايه جاهز، وطبعا كلنا بنسمع الاكزوزومز دلوقتي. واخر حاجه بقى في الريسيرش شغال عليها والفوائد بتاعتها كل شويه عماله تبان، الميلك باد جلوبيلين ميمبرين، ده اعجاز في حد ذاته. عندي ثلاثه لير لكل جلوبيل من الميلك، الثلاثه لير دول مترتبين بطريقه فيها حاجات مفيده جدا للطفل زي اللاكتوفيرين وبعض الامينو اسيد وحاجات لسه مش عارفين الفانكشن بتاعتها، لسه الريسيرش شغال عليها. انا دلوقتي لما بتكلم على البريست ميلك بتكلم على فيرست بيرسونلايزد نيوتريشن انترفينشن للبيبي، مظبوط، على حساب البكتيريا الموجوده للمذر الكومنسال بالذات، الاميون سيل البرايمت في المذر، الكربوهيدرات، السمول ار ان ايه، الاكزوزوم والستيم سيل، ومفيش حاجه زي كده موجوده لحد دلوقتي. الام تقدر ترضع في اي ظروف، بتلعب رياضه، بتشتغل ممثله، عندها طفل صغير وحامل وبترضع، طبعا عكس كل الكلام اللي احنا عاملين نسمع عنه، انا برضع ان بابليك، انا برضع وانا بشتغل، انا برضع وانا في الانتنسيف كير، انا برضع وانا عندي توين وبشتغل وبعمل شغل البيت، فانا ما عنديش مشاكل. ومفروض احنا اول ناس اتكلمنا على البريست فيدنج، وحتى قبل ال WHO ما تتكلم على ان السكند تشويس بعد ما يكونش البريست فيدنج افيلبل نوت ذا فورمولا هو الويت نيرس، احنا كنا اتكلمنا. لكن للاسف الشديد ده الشكل عندنا يا جماعه، ده الاكسكلوزيف بريست فيدنج في مصر، احنا 13% عند اربع شهور والاسباب كثيره، والفيدنج طبعا لو شايفين الفورمولا رايزنج دبلنج، ومن ضمن الاسباب مشكلتنا النهارده. الكلاسيك ستوري بتاعتنا بتاعت ميلك ريفيوزل، مذر والبيبي بتاعها هاف هابلي نيرسنج فور سيفرال مانث، شي هاف اوفركم ذا كومن بروبلم nursing couple have in early weeks such as sore nipple, engorgement and progressive nicely. وفجأة the baby began to refuse the breast and seemed quite unhappy about it. هوريكم وتبتدي الأم تقول يا ترى ده فطم نفسه، ده عيان، ده اللبن بتاعي فيه حاجة، وانتوا عارفين طبعا الكالتشر بتاعتنا فيها مشاكل كتير. هوريكم بعض تجارب الأمهات اللي هم وافقوا إن هم يشاركوا معانا هي موضوع اللي حصل لهم في الريفيوز اوف ميلك.
هتكلم. هو المايك عشان ما نتعطلش. ديو زميله يعني نفس طبعا يا جماعه واخده كونسنت من امهات. في ام وافقت ان هي تبقى جوشها، وفي امهات كانت بتتكلم من ظهرها زي ما هنشوف. الام دي كان عندها طفلين، الطفل الاولاني كان عندها بايلونيفرايتس وخدت انتي بايوتيك كتير، فالدكتور قال لها وقفي الرضاعه لغايه ما خلصت الكورس بتاع الانتي بايوتيك وهنرجع تاني. انتوا عارفين القصه دي طبعا. طبعا لما جينا نرجع تاني ايه اللي حصل؟ اللي احنا هنتكلم عليه النيبل كونفيوجن، والطفل طبعا رفض ايه؟ رفض ان هو يرضع تاني. الطفل التاني للاسف تعرضت نفس التجربه في الطفل التاني ان هو برضه رفض ان هو يرضع. طبعا خلي بالكم لو انا ما كونتش اكسبيرينس من اول مره باجي تاني مره اكني ده الطفل من اول مره برضع، فما عنديش الاكسبيرينس ويا ترى كانت النيبل فيها مشاكل ولا لا، فبتعدي عليا خلاص كده ولا هتكلم انا برضه؟ فبتعدي عليها نفس المشكله ان الطفل برضو الثاني ما عرفتش ترضعه ورفض برضو ايه الرضاعه. في ام ثانيه يعني انا نفسي الناس تسمع الكلام الامهات بتقول ايه، لان الامهات هي اللي بتشخص حالاتها دلوقتي. الام دي الجميله دي دي عندي في العياده في المعهد. الطفل كان كل ما يرضع يجيب موجات من البكاء الشديده. طبعا الام دي بعد شويه لوحدها كده دايجنوز ده من الفيسبوك ان الطفل عنده ميلك الرجي، كاو ميلك الرجي. وطبعا هو ده في الاخر طلع السبب ان هو كان بيعيط، مش هو رافض اللبن، هو خلاص يا جماعه احنا بنقول بيتكون زي كونديشنال ريفلكس عند الطفل، انا لما برضع بيجي لي كوليك، انا لما برضع فخلاص هو مش عارف يتكلم يقول لي ايه مشكلته، لكن في الاخر ايه اللي هيحصل؟ هتكون النتيجه ان انا ستوب فيه. ثالث حاله برضو هنتكلم عليها، دي حد من الامهات عندي وكان بريشس بيبي، الطفل رفض الرضاعه لان النبل كان فيها مشكله، مش بيعرف يعمل اتاشمنت، ونبتدي بعد كده اديله بيبرونا، وبعد كده هيحصل البيشا سيركل اللي هتتكلم عليها الدكتوره داليا في المحاضره بتاعتها. الخلاصه يا جماعه ان احنا في الاخر احنا مش بنعرف تو مانج الحالات بتاعت البريست ميلك ريفيوزر، وخلاص بعد كده ما بنعملش حاجه. طيب هو في حاجه اسمها بريست فيدنج بيهيفير نورمال؟ يعني اصل انتوا دايما بنقابل مع الامهات اصل ابني مش طبيعي، زي ما مثلا ام تيجي تقول لك اصل ابني انا عايزاه ابني يرضع زي بنت خالته، اللي هي ايه بقى؟ انت ما بتبقاش عارف بنت خالته ايه؟ حتى الستاندر ايه؟ فبيبقى في مشكله ان هل في حاجه فعلا نقدر نقول عليها كدكاتره وقيس عليها ستاندر ان في حاجه اسمها نورمال في البيبي؟ للاسف لا يا جماعه. بعض الاطفال وطبعا الامهات تقول لك ده الطفل ده انا عمري ما شفته، اللي هو الطفل الهادي الجميل ده اللي هو ايزي جوينج سيتل ايزي انتو فيه فيد ويل اند كام اوف ساتيسفايد اند ذا نيكست فيد. الامهات تقول لك عمرها ما شفت العيل ده ابدا، ده موجود والله. في الثاني ده اللي احنا بنشوفه كتير اللي هو بيبيز باس فروم ذا ستار، يبتدي مزرجل لغايه ذا اند اوف ذا فيد ويفضل اون اند اوف ذا بريست. وعلى فكره ده مش ابنورمال ولا حاجه. في الطفل الايزلي تستراكتف يعني كل شويه بيفصل كده ويسيب الرضاعه. في بعض الاولاد يرضعوا من ناحيه، في بعض الاولاد يرضعوا من ناحيتين، في بعض الاولاد بيبقى عندهم مهارات بقى. يعني بعد امه تقول لك انا ابني مش طبيعي بيرضع ثلاث دقائق، انت عندك الميزان وبيزيد وماشي على البرود كيرف كويس، فادام الطفل بقى سكيلد. عارفين يعني ايه يا جماعه؟ الطفل بيفهم. احنا عندنا الثلاثه ميلك ايجكشن بيحصلوا ورا بعض، فهو الطفل بيفهم كل ما يحصل ايجكشن خلاص ياخد كميه الميلك، فممكن بعد ثلاث اربع دقائق هو خلاص ايه خد كميه الميلك بتاعته، فده يعتبر برضو ايه نورمال. طيب انا بقى كدكتور دلوقتي انا عندي ديفرنشال دايجنوزز، ده بقى نيرسنج سترايك ولا ده ويننج ايرلي ويننج ولا ده نيبل كونفيوجن؟ لا خلاص مش عايز حاجه ولا ده فاطي. التعريفات دي كلها تعريفات لازم اكون عارف الفرق بينها والتوقيتات بتاعتها اللي بتحصل عشان اقدر احكم على البلان بتاعتي. حكايه الايرلي ويننج دي دايما يا جماعه بتحصل بعد السادس، بعد الطفل ما ياكل كده ويحس ان هو بقى ايه جامد، وكان بيتفرج على اعلان الدندول بيقول له ما تشربش لبن واسترجل فاكرينه ده، بيقول لك ايه انا مش هرضع بقى خلاص انا بقيت كبير.
فهي المشكله كمان في حكايه الايرلي ويننج، الطفل ده مبقاش متنرفز ولا متضايق زي ما هنشوف النيرسنج سترايك، هو مش يعني اتبسط يعني جراديولي كده ويبتدي يرفض يرفض وبعد كده هيوقف. فلازم ابقى عارفه فكره الايرلي ويننج. تاني حاجه ده الطفل ايه؟ شايفين ده؟ فاصي. ايه فاصي؟ يعني مسرجن على طول. ده تحطه على البريست يبقى فاصي. وطبعا ده ليه علاقه بحاجات كتيره زي ما هتتكلم الدكتوره داليا زي اللو ميلك سبلاي. الله لبن قليل فبيبقى مزرجن كده مش مبسوط، كل ما الميلك ايجيكشن ريفلكس يخلص يبقى مزرجن بالمنظر اللي انتم شايفينه. طيب ساعات الطفل بيبقى فاصي علشان ما قدرش ما رضاش كتير طول النهار فما بقاش عنده فات يخليه ينام نومه طويله كده، لكن الفاصل دي احنا دي نشيد بنعرف فيه الاسباب. ده المنظر بتاع الام اللي هيغمى عليها طبعا طول الليل والباشا بعد كده نام بعد ما طلع ايه؟ عينيه. في اكسبريشن عندنا ساينتفك تاني اسمه النيبل كونفيوجن. يعني الميكانيزم بتاعي من رضاعه من البيبرونه مختلف من الرضاعه من صدر الام، بمعنى انا حاجه سقط بقدر اعمل سيل احط التنج بتاعي واعمل زي موفمنت واعمل نيجاتيف بريشر فيتنقل اللبن، وبين حاجه فرد مخرومه ما بذلش اي مجهود وبتنزل لي وبسرعه. عمر الام ما هتبقى، ودي اخطر فتره بتحصل بقى في المانجمنت بتاعنا في الهوسبيتال. طفل معدته 5 مللي مظبوطه على مامته، بنزيد اللبن مع بعض لغايه ما بنجيب على اخر الاسبوع 40 50. اجي انا في الحضانه عشان اخد انا العيديه، يا جماعه عشان كده بقول لكم النبي قولوا ادوا الحاجات اللي يعني رضوا الناس ولادها انا هديكي فلوس اكتر لو ما رضعتيش البيبي بيبرون. لان كل المشكله انا عايزه ايه؟ تحميه، وده بقى غلط يا جماعه. خلاص احنا حكايه الحموم دي خلاص راحت اخر تاني يوم. وتاني حاجه ان احنا والكلامبنج طبعا بتاع الكوب زي ما انتم عارفين دي الكلام الجديد وجديد من مده، علشان ما ترضعش ندي فلوس للناس عشان ما ترضعش، لان انت تعالى بقى اللي عنده 5 مللي ده اديله 30 او 60 خلاص هيرضى ماما اللي عندها 10 مش هيحصل. ودي بدايه النيبل كونفيوجن اللي بتحصل لنا دايما مع الامهات. اخر حاجه بقى النيرسنج سترايك دي ابربت يا جماعه، فجاه عيل كان راضع من ساعة ساعتين ومعاد الرضع لا فجأة، فعشان كده لازم نميز بينها لأن المانجمنت بتاعها مختلف. والباد نيوز بقى it is not always easy to discover what is causing the breast refusal and sometimes the cause is never a found. وهنكمل مع زميلتي أستاذتي اللي بعديها إن شاء الله على طول أستاذة الدكتورة عبير. دور عليك يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر دكتور وائل على دعوتنا للمشاركه في البريس فيدنج ورك شوب، وانا سعيده ان انا جوزت اساتذتي وزمايلي وعلى راسهم دكتور عادل ودكتور عادل فرقع ودكتور جيهان وبقى انا زميلتي وصديقتي عبير. عبير بروفيسور بيدياتريك عن شمس يونيفرستي وهي اي بي سي ال تي ممبر. انا حفظت منها الكلمه دلوقتي، قلت لها قوليها لي والنبي. بيقول لي ايه؟ قلت له بس هم يعني كلهم بيبقوا زعلانين قوي عايزين نقول لهم اسم الشهاده دي. شايف الشهاده بالظبط كده، قلت لها عبير والنبي قولي لي اكتبها عشان اقول لك، عشان هم كلهم ممبر. بس وانا سعيده بقى ان انا اقدم عبير. اتفضل يا عبير. عشان الميكروفون مشترك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتوره صفاء وسادتنا معانا في نيوتولوجي في عين شمس يونيفرستي. بداية نشكر الدكتور وائل بحبح اللي خد على عاتقه تنظيم مؤتمر كبير زي المؤتمر ده، وثانيا اشكر الدكتوره جيهان فؤاد ان هي صديقه العمر وذكرتني الحمد لله ان احنا اكون ضمن كوكبه من اساتذه وعظماء البريست فيدنج في مصر اللي هم لهم الفضل الحمد لله نشر النوليدج اند اكسبيرينس اوف بريست فيدنج not only among physicians but also for them for the mothers. زي ما الاستاذة الدكتورة عبلة الحمد لله مجهودها وصل لمعظم الامهات اللي عرفني في مصر. ان شاء الله هنبدا focus of nursing strike. Actually in order to define nursing strike
I was trying to find a definition in a pediatric textbook. Most of the definitions of nerves and strikes belong to the breastfeeding associations and not to physicians. So this definition I found in the breastfeeding handbook for physicians by the American Academy of Pediatrics. It's defined as an infant's sudden refusal to nurse can occur three times, is often perceived by the mother as a personal rejection or as evidence that her milk is bad or inadequate. And the end result usually mother frequently responds by weaning. This is the only published article I found in the PubMed under the topic nursing strike. And of course this topic was chosen by Professor Dr. Jehan. It is not common to find in the textbooks or literature, although we find a lot during practice, those who practice in the lactation consultant found that nursing strike very common complaint among mothers. The causes of nursing strikes, they are either baby-centered reasons, mother-centered reasons, or milk supply reasons. To start with the baby-centered reasons, I'm going to mention them all together and then briefly define each condition. To start with incorrect breastfeeding technique, baby confused by bottle feeds, overuse of pacifiers, the baby is sick, teething, biting, distraction, baby refuses one breast, introduction of other food or weaning. So starting with the incorrect breastfeeding technique. So the breastfeeding technique may be there's poor position or latch on, which leads to nipple abrasion and all the consequences of improper breastfeeding technique like abrasion of the nipple, bruising, cracking, pain, and this usually ends up by stopping breastfeeding. This is proper attachment. Usually when we counsel the mother about proper attachment, we instruct her to tickle the baby's lip to encourage him or her to open the mouth widely, and then pull the baby close to the chin and lower the jaw, and over lower and the lower jaw moves into the breast first, and then watch the lower lip and aim it as far as the base of the nipple as possible, so the baby takes a large mouthful of the breast. And this picture shows the baby lid attachment. If we leave the baby for his instinct, he will find the nipple and breastfeed by his instinct. And this picture shows the latch on breastfeeding. We have some signs to judge if the latch on is good or not. As you can see, we have the top and bottom lips are widely opened here. The lower lip is turned, it's turned outward. The chin is touching the breast. The cheeks are full, and for the tongue, it covers the lower dental ridge, and this could not be seen unless we uncover the lower lip, which is not advised during the session of breastfeeding. As regards the nursing positions, I'm going to show you some of the nursing positions. We have here the cradle hold, the cross cradle hold, football hold, and the side laying position. This is the laid back breastfeeding, and this is the straddle hold. And this describes that the mothers, they are creative in finding their positions. The most important thing that they can get the proper attention, whatever their position they prefer. Secondly, the infant might be confused by bottle feeding or pacifier, as Professor Dr. Jehan mentioned. The infant may refuse one breast. Why just one breast? Because the baby might have earache or otitis medium or torticollis, as we see here, and this ear is protruding.
or low milk supply from one side. And I have read in them in one of the textbooks that a mother who had a baby just refusing one side, and this baby has problem in his eye, in his side from just one eye. So when she tried to nurse him on one side, covering the seeing eye, he insisted to refuse that side. So if the baby refuses just one breast, we have to find out why the cause. And the baby might be sick, maybe recent immunization from history, or he might have cold, sore throat, earache, whatever. This picture of an infant has measles, and this with Roseola infantum. The candida infection is a common cause for the baby to refuse the breast suddenly. As we see here, the oral candidiasis, and it's usually associated with napkin candidiasis as well. So we have to open the diaper and see the napkin area. These also examples of oral candidiasis, as we see here in the tongue and the inner part of the lip, and here in the buccal mucosa. This also a candida diaper dermatitis with erythematous plaques and satellites, as we see. Teething might be a cause of nervous strike. The pain from teething can cause the baby to refuse the breastfeed. Biting occurs after teeth eruption. This is usually after the 5 to 6 months, and may cause nipple pain and trauma. Usually infants bite by the end of feeding, because the tongue normally covers the teeth during active feeding, because the tongue, it covers the lower gums and the teeth during active feeding. But sometimes also the biting occurs at the start of the feed if the milk does not let down quickly enough. About the management of the nursing strike, Dr. Talia will go through most of these causes, so I'm not going to mention the management of these causes. Okay? Distraction. Many babies become easily distracted, usually between 4 to 6 months. Examples of distraction may be somebody entering the room, active brothers or sisters around, television, or even the mother using the phone or using the internet. So these distractions might lead to nursing strike. Antiglossia or tongue tie is a congenital anomaly which may result in difficulty with suckling and could lead to sore nipple and a vicious circle with involvement and ending up with low milk supply. Then the second category of the causes of breastfeeding or nursing strike will be the mother's sense of breathing. The mother cause may be unusual food in the mother's diet. Maybe the mother goes back to work. Maybe the mother smells different. Maybe she is using a different perfume or deodorant or even chlorine from a swimming pool she recently was in the swimming pool. So we have to ask questions, ask the mother. Does the mother look different? She has, for example, using a new glasses, sunglasses, different hairstyle or color, makeup and different clothing. All these causes, they are found that they are associated with refusal of their breast. Maybe hormonal changes like menstruation, especially the premenstrual time, ovulation, pregnancy, or a contraceptive. If the mother is sick or overtired or overstressed, so if the mother does not feel well or she is ill, her milk supply may decrease and her let down reflex may slow down. And any cause which lead to illness in the mother will lead to this nursing strike. I'm going to go through some of the medical conditions of the breast itself, and most of these causes will end up with a state of either
either milk supply or changing in the composition of the milk, so the baby will refuse breastfeeding. This month, starting with the plug duct, localized area of the milk stages within the milk duct causes distension of the mammary tissues. Presents with a tender and often painful lung due to obstruction of a mammary duct without systemic findings. And as we see here, we can see a white dot or blip at the nipple. Engorgement of the breast, which occurs either from interstitial edema very early with the onset of lactation after birth, or at other times during lactation with accumulation of excess milk. And this picture shows engorgement of the breast of this mother. And usually, when the baby starts to breastfeed before the engorgement, it's easier for him. But after the engorgement, this may lead to difficult latching by the infant and the starting of the vicious circle if proper management was not offered for the mother. And this picture shows the bacterial infection of the nipple and area. And this mother, her infant, has a streptococcal infection of the throat, and we can notice that the bacterial infection mainly in the lower part of the area. A staph infection or impetigo. You can see the raised red pimple like bumps cracking at the nipple base with yellow crossing tips. This picture shows mastitis. It's very common, what's called infective lactation mastitis. The infection of the breast is associated, usually the mother complains of pain, and on examination there is tenderness, the mother has fever, myalgia, malaise, and usually it occurs in the setting of breastfeeding. Usually occurrence is due to prolonged engorgement or poor drainage. And this mastitis here in the lower outer quadrant of the breast. This picture shows the breast abscess. And this area is very tender, hot, and hard to touch. Candidal infection of the breast. We as clinicians, because when we are asked about the candidal infection or some of the cases for whom we set for the exam, IBCLC exam, we usually pretend as if we are lactation consultants or not physicians. But during this workshop, most of the attendants are physicians, so we'll diagnose clinically as breast pain out of proportion to physical findings. And we have to examine the infant because usually there is history or there is actual oral candidiasis or dietal candidiasis in the infant. The mother might have vaginal candida infection, and as we see here in the picture, shiny or flaky skin of the affected member and area. This picture shows bruised and the cracked nipple from poor possessions. This sore nipple with trauma from poor possession too. And this nipple has fissure resulting from poor designed breast pump. This case of psoriasis of the nipples, another category which might lead to nursing strike, and this attached disease of the nipple, and we can see not that it's a scar of recently biopsy of the nipple here. Then the third category in the nursing strike will cover the baby or infant's central reasons, and then the mother's central reasons. The third reason is the milk supply reasons. Either fast flow or slow it down, low milk supply, introduction of other foods. The fast flow, it occurs usually in the early weeks before the supply has settled down. The baby may chop or cough or even pull away from the breast because this experience usually
a frightening and a scary experience for the baby. And the baby, when the mother, when he used to fast flow, so he doesn't do a big effort in order to get the milk. So when the milk supply settles down to a lower supply than before, and the baby has to do harder work in order to get the milk, some babies refuse the breast at the stomach. The slow let down, the mothers may have some slow in the let down reflex, might be related to stress, anxiety, embarrassment, pain, or anything if the mother does not feel well or feels tense. This might revive the normal physiology of the milk ejection or let down reflex. The stimulation, okay, just the three slides, okay. The stimulation happens first when the baby starts to suck it, or even when the mother thinks of her baby if she's away from the baby. And oxytocin is released from the posterior pituitary, and then it stimulates the myoepithelial cells, then which is around the alveoli and ducts, in order to eject the milk forcibly. So this is the milk ejection or let down reflex. A low milk supply may be a cause that the infant refuses the breast if the milk supply has dropped for some reason. Maybe due to insufficient breast development during pregnancy, due to congenital insufficiency of the glandular tissue, or the mother had previous breast surgery, either reduction or augmentation, although they said that the augmentation does not affect the breastfeeding as reduction does, or delay in the usual progression of lactogenesis to stage 2. This picture shows the congenital insufficiency of the glandular tissue on the left breast, and this mother has burn scars on the breast, and so after these scars, this resulted in insufficient breast compression and low milk supply. This is a picture of a mother who has done a breast reduction. You can see here the scars of the breast reduction, and actually this area has been detached and then implanted again. And this affects the breastfeeding after that. Delay in the usual progression of lactogenesis stage 2. This delay interferes with the anticipated increase in milk production, which normally occurs in the first 5 days. Most common reasons are maternal obesity, pregnancy-induced hypertension, or Sheehan syndrome. Medications may affect the breastfeeding and lead to low milk supply. Low milk supply, as for example, if the mother uses oxytocin or selective serotonin uptake inhibitors, others decrease their existing milk supply as dopamine, agonist, bromopreptin, decongestant, and estrogen. If the mother starts to introduce food, because the breast milk is that's the only thing the baby needs, especially in the first 6 months, and it has to be the main part in his diet in the first year of life. If the mother starts to get her infant more solids, so he will decrease in the in suckling and in the intake of the breast milk, and this will lead to drop in the milk supply. This is the last slide. When the mother complains that there's inadequate milk intake by her infant, this might be a subjective complaint. We have to diagnose this clinically. We have to ask about the number of feeding per day, to ask about the number of urinations and the stools in the infant, and weight gain or weight loss. That normally, number of feeds decrease as the infant grows older. So if the baby grows older, it's expected that he will feed less than he used to when he was younger.
The number of pills per day for a term infant between 8 to 12 per day. By 4 weeks after delivery, nursing decreases to 7 to 9 per day. Number of stools for the 30 day of life is around 6 to 8 times per day. And at least we have to have 3 or more pills, yellow and feed stools per day. And sufficient infant weight gain is the objective method to determine adequate milk intake. And this is the last slide, and they have asked some of the mothers about their experience about breastfeeding, and these are the words that they mentioned, like amazing love, peace, or blessing, and all the good expressions from the mother about her experience in breastfeeding. And thank you. بنشكر دكتور البحث طبعا لتنظيم المؤتمر الرائع ده وبنشكر حضور جميعا. I would like to present next speaker Professor عفاف أورا الأزهر University will speak about Professor عفاف أورا الأزهر University will speak about breastfeeding behavior, what is normal and what is feeding acute by leadership. الموتور موفمنت بتاعه وفي الموتور الديفلوبمنت بتاعه.
ده عند 25 ل 26 ويك فيتال لايف، وهتبصوا على الماوث ابتدى يبقى ستريتش والطفل ابتدى يحرك في بقه. هنا على 27 ل 28 اسبوع هتلاقوا الفيتس ابتدى ديمونستريت انتروبوسيرور لينجوال موفمنت، ابتدى يطلع ويخرج في التانك بتاعه. تفتكروا ليه؟ عشان يزق الامنيوتيك فلويد، عشان يدخل الامنيوتيك فلويد، عشان يبلع بعد كده. وهنا هيجي السؤال، هو مين بيبتدي الاول؟ السوالوينج ولا السكينج ريفلكس؟ مين بيبتدي الاول؟ السوالوينج. بالظبط. عرفتي ازاي؟ بالطريقه دي. السوالوينج كل حاجه في جسم الانسان في الديفلوبمنت بتاعه بيبتدي كفاله كوده، يعني الطفل اما يبتدي يصلب نفسه يبتدي يصلب نفسه من راسه وبعدين رقبته وبعدين الترانك وبعدين يقف وهكذا، الا في الاورا اللي احنا بنقول عليه بيبتدي كوده كفاله. يعني ايه؟ يعني السوالوينج الاول وبعدين ايه السكن. هنا الطفل ابتدى يقبع 28 اسبوع ويستريت كابينج اوف ذا تانك، يعني يبتدي يعمل زي الكابينج عشان بعد كده هو بيحضر نفسه انه هيبتدي ياخد النبال. هنا لاحظتوا حاجه في التانك؟ ملاحظين حاجه غريبه شويه؟ ملاحظين ان في جروف هنا. الكابينج ابتدى يعمل جروف، الجروب ده اللي موجود في التانك بيعمل زي بالظبط اكنه شفاط عشان يبتدي يمص الامنيوتيك فلويد، وبالتالي بعد كده هيمص الماء. تشوفوا قد ايه الديفلوبمنت يعني كان فيري تايني وفيري اكيوريت. ده عند 36. السوالوينج بيبتدي قلنا بدري عند 18، في ناس بيقولوا قبل كده كمان. وطبعا ده مهم قوي عشان الامنيوتيك فلويد تاخد، عشان الامنيوتيك فلويد تبتدي هي اللي تعمل الجروث اوف ذا جي اي تي. تخيلوا العلم تقدر ليه ان احنا بنبتدي يعملوا دوبلر، والدوبلر ده ابتدى يشوف. طبعا احنا اللي قبل كده شفناه ده بال 4D. ال 4D خلانا نشوف كل حركات الطفل، او خلى بتوع الناس الحقيقه يشوفوا كل حركات الطفل. هنا ابتدوا يشوفوا ان السوالوينج ابتدى ازاي، الحته اللي انت حضراتكم شايفينها ده ازاي هو السوالو ده بالدوبلر خلاص. وهنا ده الهايبرفارنكس، شافوا ان الهايبرفارنكس ابتدت تبقى ضليت، اللي يبقى معناه ان في فلويد عماله تنزل على الاستومك. طب بياخد قد ايه؟ الطفل عقبال يفور ترن بياخد قد ايه من الامنيوتيك فلويد؟ 700. قريب قوي قوي من اللي هياخده بعد كده، قريب قوي من اللي هياخده بعد كده خلاص، لان هو ده اللي بيشكل الجي اي تي، هو ده بيشكل الكاباسيتي بتاعة الجي اي تي. ده البروجريس زي ما حضراتكم شايفين ان النون نيوتريتيف ساكلينج بيبتدي من بدري جدا. ليه؟ ما احنا شفنا الطنج وهو طالع ونازل وعمال يدخل ويطلع، او احنا ما شفناهوش لكن ادينا صوره بالطريقه دي، فهي بتبتدي من بدري قوي اللي هو 24 يبتدي النون نيوتريتيف ساكلينج. يعني ايه نون نيوتريتيف ساكلينج؟ او ساكلينج يعني ايه نون نيوتريتيف؟ يعني هو عمال يسك لكن ما فيش نيوتريشن بيدخل جوه. وفضلت كلمه النون نيوتريتيف ساكلينج لحد ما يتولد البريماتيور ونديله لحد 25 ل 30 ام ال بيعتبروا نون نيوتريتيف، لانه ده اللي بيعتبر ايه؟ تروفيك فيد. فده كله اسمه نون نيوتريتيف. يبقى هو بيبتدي النون نيوتريتيف، لكن هنا المقصود بيه ان هو عمال بس ساكن بالطريقه دي. الجاب بقى ريفلكس والروتنج ريفلكس والنيوتريتيف ساكن والكلام ده كله بيبتدي، بصوا حضراتكم من فين؟ تقريبا من 32 33 اسبوع. يعني قبل كده مفيش حاجه من الحاجات دي لسه ظهرت غير النون نيوتريتيف ساكينج. بعد كده النيوتريتيف بيبتدي عند 32 33 والسوالوينج والكوردينيشن اوف ذا ساك سوالو بيت يبتدي عند 36 اسبوع، وفي بيقولوا 34 اسبوع ساك سوالو بيت. سمعتوا الكلمه دي قبل كده؟ اس اس دبليو خلاص. بعد كده
كده لما الطفل بيتولد الطفل بيبقى disproportionately large in comparison to the lower jaw. لازم يقبل الإنسان كبير لازم. طيب تقريبا بيوصل نص حجم الأدلت في وهو 25 أو 26 أسبوع of life. اللور جو بيبقى شوية يعني الأبر جو بيبقى بتروجت عن اللور جو 2 مللي. الحاجات دي محسوبة. محسوبة ليه؟ لأن لو طفل عنده بروجنتيزم أو عنده أي مشكلة في الأبر مش هيعرف لاتش أون كويس. بعد كده طبعا الطفل عنده فات باد كويسين دايما بتلاقي خدود كويسة عشان ده بيعمل stabilization of the jaw وبيخلي الطفل stuck على النبل لما يخطو. كل ده للفولتر للطفل ما يدول الفولتر. طب أمال مشكلة البريماتشور إيه بقى؟ مشكلة البريماتشور إن هو بيدخل عندنا في أطفال بتقعد لحد 34 أسبوع وبيبقوا كويسين خالص وبيرضعوا وبعدين يمشوا، لكن في أطفال بنحط لهم نيزوجاستريك تيوب ويقعد معانا وما نعرفش نخرجه خالص من الحضانة أو يقعد مدة طويلة. المشكلة عنده إن البريماتشور عنده لو ماسل تون طبعًا، عنده less sensation حتى sensation مش بس الموتور ده حتى sensation بتاعه immature. Decreased lip strength and lip seal, less tongue strength, decreased suckling endurance and decreased myelination في ال white matter. ويعني جاية من البرين من أصله هو immature. مش بس كده، مش هو بس مش انه premature كده، ده كمان الطفل ده بيتعرض لنيجاتيف اورال ستيميليشن، مش بس نيجاتيف اورال والفاكتور ستيميليشن. يعني الطفل ده طول ما هو عندك في الحضانه بص انتوا عاملين له ايه؟ حاطين له او احنا يعني حاطين له اندوتراكيال تيوب، حاطين له نيزو جاستريك تيوب، حاطين له كل شويه ساكشن مش طول النهار، فده كله بيعمل حاجه اسمها نيجاتيف اورال ستيميليشن. نيجاتيف اورال ستيميليشن يعني بعديها حاسس ان دي الحاجه اللي بتيجي جنبه بقه دي مشكله فيها، في مشكله في الحاجه اللي بتيجي جنبه بقه. مش بس كده وكمان اولفاكتوري، ده طول النهار هو بيشم امه وبيشم ايه؟ سيجارته، بيشم اي حاجه ثانيه، المهم ان امه ما بيشمش الحاجات بتاع امه، فكل ده بيعمل له نيجاتيف اكسبيرينس. ريسيرشرز بتقول ايه؟ انه عند 3 مانتس لو الطفل ده بريماتشور 29% منهم بيبقى عندهم اورو موتور ديسفانكشن بعد كده، و 30 ولا 33 عندهم افويدنس ما بياكلش كويس بيبعد عن الاكل، في مشكله فيه. لو جينا سالنا احنا ما عملناش ريسيرش، لو جينا سالنا هنلاقيهم انه كانوا بريماتيور وتعرضوا لنيجاتيف اورال اكسبيرينس. طيب الطفل ده محطوط كمان على نيزو جاستريك تيوب اللي هم الطفل اللي في الحضانه بريماتيور، ايه مشكلته لما يقعد على نيزو جاستريك تيوب؟ هي المشكله انه بيحصل نيجاتيف اورال اكسبيرينس، بيحصل ديس اورجانيز ساكلينج باترن، بيحصل فارينجال ديسنسيتايزيشن، بيحصل هايبر سنسيتيف جاج ريفلكس، سوالوينج ديس اوردر، جير ديسنسيتايزيشن تو هانجر كيو. هيجي له منين هانجر كيو؟ اذا انت بتدخل الدكتور بيدخل الصبح بيعمل ايه؟ نقول اديله 2 مللي، اديله 3 مللي، لا النهارده زوده 20 مللي، يبقى في ما عندوش هانجر، احنا اللي بنديله، هو ما فيش كيو، احنا ولا معتبرين الكيو دي موجوده خالص، فهيبقى ديسنسيتيزيشن للهانجر كيو ولاك اوف اوبورتيونيتي تو ديفلوب اورال فيدنج سكيلز. صح؟ من اللي هيعلمه اذا طول النهار حاطين له حاجات في بقه ما فيش استقلينج ريفلكس. طيب يبقى هنعمل دلوقتي نشوف ازاي بنعمل ترانزيشن تو اورال فيدنج، طفل على اندوتراكيال على ميزو جاستريك تيوب، وهنشوف بنعمل له ازاي الترانزيشن تو اورال فيدنج. في حاجه اسمها كيو بيست فيدنج دلوقتي طالع، الكيو مش الكيو بتاع الفول تيرم، مش ان هو بيمصمص في ايده، ده بريماتيور، لا هو عارف يمصمص في ايده ولا هو عارف بتاعه وحاجات محطوط له في ميزو جاستريك. طب احنا هنعمل ايه؟ يبقى يعني ايه كيو بيز فيدنج اوفرنج، او ساعات بيسموها انفنت دريفن فيدنج. يعني ايه انفنت دريفن فيدنج؟ يعني هو عايز ايه؟
هو عايز ايه. ابتدينا هنا نتكلم على مش انا ادخل اديله بس حاجات عشان الكالوريز، احنا كمان بنتكلم على ان الطفل نبتدي نعوده ان هو يبقى عنده هانجر، يبقى عنده اورال ستيميليشن، يبقى عارف يرضع ازاي. بنعلمه قبل ما يخرج من الحضانه، الا هيخرج ويرجع لك تاني. يبقى offering oral feed when the infant display engagement cue هنشوفها دي، و ابطل لو الطفل ده حصل له disengagement cue. ففي حاجة اسمها feeding assessment، يعني انا لما ادخل على طفل بريماتيور وحبتدي على ميزو جاتر وحبتدي اديله oral بالبق بالبق، لازم assess حاجة اسمها feeding assessment. الفيدنج اسسمنت لازم اشوف الطفل ده ريدي لانه ياخد الفيدنج ده ولا مش ريدي. طب ريدي، الريدنس دي جت ازاي؟ جت من انه يبقى فيسيولوجيكال ستيبل، جت من انه يبقى موتور اورجانيزيشن كويس، يعني عنده عضلات بقه كويسه والسبلمنت بتاعه كويس، جت من الاتنشن بتاعه، يعني هل الطفل ده الرت وصاحي ولا لا، وجت باي سيلف ريجوليشن، يعني امتى يبطل وامتى ما يبطلش. يبقى الفسيولوجيكال ستابيليتي من الحاجات المهمه. طيب يبقى عشان كده لازم اعرف ايه الساينز بتاع الطفل لما ادخل عليه في الحضانه وابتدي اشوف هديله اي واحد اهو اورا واشوف بيعمل ايه ابطل. يبقى معناه ان هو مش عايز دلوقتي، هو مش راضي دلوقتي، خلاص؟ هنشوف ان الطفل يحصل له ستارت كتير. ستارت كتير ده ساين اوف ستريس، ديس انجيجمنت، هو مش عايز. ان يحصل له ارشنج اوف ذا باك، يبقى في مشكله هو مش عايز. ان يحصل له اكستنشن اوف ذا ليج فور مور ذان 2 مينتس، حطيتها فوق كده معلقها فوق. ان يبقى عنده سالوت، ده اسمها سالوت، يعني رافع ايديه وسايبها لفوق كده شويه متعلقه لمده 2 مينتس. انه يبقى عنده فينجر ديسبلاي، كل بالظبط فينجر ديسبلاي، كل ده بيقول لك ان الطفل ده في ستريس، في حاجه مش مظبوطه. كان كويس، ابتديت ارضعه او ابتديت بحط له حاجات في بقه وابتدى يعمل لي الحركات دي، اعرف على طول ان الطفل ده ديس انجيجمنت واستنى شويه. او يونج معناها عاديه خالص، لكن لما تبقى اكسس ات از ا ساين اوف ستريس. مين فيهم ساين اوف ستريس؟ الشمال. واي؟ مع انه ما عندوش، قولوا لي حاجتين فيه. سبلاي صح؟ ايه تاني؟ بصوا على الاي دي اسمها بانيك لوك، هو مش مصحصح وقالت هو بانيك لوك، خلاص؟ فلازم اخد بالي. انا جايبه لكم شويه حاجات، ايه رايكم في ده؟ كويس؟ وايه تاني؟ بصوا عينيه زي ما تحسوا ان عينيه زي ما هي، مش هي از نوت الرت، از نوت الرت بالطريقه اللي انا عايزاها، يبقى ده هو في ديس انجيجمنت. والطفل ده ايوه شايفين؟ مع انه نايم وبتاع لكن رجله مرفوعه ملايين من غير اي لازمه، ممكن ما تبقاش كونفرجن ولا حاجه، من غير اي لازمه هي مرفوعه، خلاص؟ كل ما جت جنبه هو رافع رجله بالطريقه دي، يبقى معناه انه في ساين اوف ستريس از نوت انجيجمنت. طيب طلعوا لنا حاجه اسمها سكور. الحقيقه السكور ده انا شرحته، قلت مره في من سنه، وبعدين ما لقيتش حد كتير يعني. المهم ان انا لقيت ان هم ابتدوا يعملوا ورك شوب عليه 2019، ده معناه اهميه السكور ده انه يتعمل للاطفال عشان نشوف ان هو ريدي ان انا اديله اورال ولا مش ريدي. السكور ده معمول من 3 بوكسز. السكور معمول من 3 اسمها فيدنج ريدنس سكور، معمول من 3 بوكسز. ده التو بوكسز الاولانيين، ده اسمه ريدنس سكور وده اسمه كواليتي اوف نيبلينج سكيل. ده يتعمل امتى؟ يتعمل عند 24 اسبوع؟ لا. يتعمل عند 26 اسبوع؟ لا. امال يتعمل من امتى؟ بالظبط كده، يعني ما هبتدي اعمله عند 33 اسبوع، مش كده؟ ما انا قلت انا عايزه اديله اورا فعلا، لازم هو يكون عنده كل المراحل الديفلوبمنت دي ظهرت. طيب ايه ريدنس سكور بقى؟ هنا بقى بيشوف للاول دراوزي من 1 لـ 5، وادي كواليتي نيبلينج من 1 لـ 5،
بدني سكور اذا كان دراوزي والرت وفازي فازي فازي لانه عايز يرضى فازي عايز يرضى خلاص والروت الوجودتون ده اعمله نيبلينج نيبلينج يعني يروح على امه على طول اديه لامه على طول دايركت بريست فيدنج خلاص دراوزي والرت وسام روتينج سام روتينج اور تيكينج باسيفاير كويس وادك متون برضه نيبلينج على طول يعني نروح للام دايت نجيب الام جنبه ونبتدي تحاول ترضعه وهنشوف يعني بريفلي الرت يعني نو هانجر بيهيفير ما عندوش هانجر خالص والرت يا دوبك يصحصح ويروح نايم تاني ده حافظ على الدباج عارفين ايه هو الدباج؟ اللي هو النيزوجات نيد اول ذا تايم يبقى هو دباج نيد مش عارفه الاكسجين والولد مش يسيبه خالص يبقى يفضل على الدباج وهكذا بالنسبه للنبلك هو ماسك النبل قد ايه؟ هل لما انا حطيته النبل مسك كويس وابتدى ساكن يبقى اسيبه 20 منت عليها. لا الطفل بيحطه ويروح سايب على طول مش قادر يكمل ممكن انزل لحد 10 منت. طب الطفل ما بيعملش خالص ما بيتحطش خالص يبقى ما ادلوش خالص يبقى السكوب ده هيوريني انا هعمل ايه في انهي ستيب وليه؟ خلاص؟ طيب هل بيتعمل امتى ده؟ بيتعمل في كل مره انا لسه بقى طفل على نيزو جات تيوب وانا هبتدي ارضعه، كل ما ابتدي هعمل له السكيل ده خلاص او السكول ده اشوف وابتدي اصحح واشوف هو هيقبل واعمل له ايه واحطه فين. اخر انا قلت لكم ثلاث مربعات، اخر مربع اللي هو كير جيفر تكنيك، الكير جيفر تكنيك ده بيشوفه طيب اوكي انا حطيته على عند امه خلاص؟ طيب حطيته عند امه ده هتضطر انها تعمل اكسترنال بيسك هنشوفها دلوقتي، هل هتضطر انها تقلب الطفل وتديهوله بالطريقه دي؟ يعني تديله وهو على جنبه بالطريقه دي، اشمعنى على جنبه؟ تفتكروا ليه على جنبه بالطريقه دي؟ عشان يرضع بشويش قوي، عشان يرضع بشويش قوي، خلاص لان هو الساكلينج بتاعه قليل مش هيقدر يمص فبتقلبهوله وتخليه فيرتيكال وعلى الجنب. يقوم يقدر يمص شويه. تشين سبورت، هل محتاج تشين سبورت ولا تشيك سبورت ولا اورال ستيميوليشن وكل ده بتتعمل في السكوت. ده اسمه ايه؟ ده ايه ده؟ من دول ده ايه ده؟ ها؟ تشيك سبورت صح؟ تشيك وتشيك تطلع لفوق تشيك تشيك سبورت خلاص؟ ده موديفايد سلايد خلاص يبقى اكوردنج للاشكال دي انا بحتاج الطفل ده ممكن احطه دايركت بريست لكن هيحتاج سبورت خلاص ده اسمها ايه بقى دي؟ ما قلت لها الكونش دي بيسنج هي دي اللي اسمها بيسنج يعني ايه بيسنج؟ يعني انا مش عارف بيسنج يعني معناه بصوا ان انا بديله هو طبعا لو كل مكان بالام الام هي اللي موجوده طبعا افضل يشمها ويعملها وكده احنا بنتكلم على البريماتيور لكن افرض الام مش موجوده وعايزه اديل انا حدي بس تبقى بيسنج يعني ايه نازله لتحت شايفين ازاي؟ مش محطوطه كده محطوطه انها نازله لتحت والولد قاعد وهي نازله لتحت دي اسمها بيسنج يعني اديها له بحيث ان تبقى الفلو قليله او ان انا اديله واستنى شويه كل ثلاثه ساكلينج استنى شويه واشوف هو هياخد قد ايه. ايه البروبلم في الولد ده؟ مع انه هو محطوط عند امه صح؟ محطوط عند امه اهو. طب انا بديله ليه بالدروبر؟ يبقى ايه؟ ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون السبب ايه؟ ممكن يكون السبب ايه؟ نعم؟ مفيش ساكلينج يبقى ساكلينج ويك ممكن يكون السبب ان يكون النبل اكبر من بقه مش كتير بنلاقيها دي في البريماتيور ممكن يكون السبب شوف عملنا ايه؟ شوفوا هنا عملوا ايه؟ هي قاعده ماسكاه وسبورت كويس وفي تشيك سبورت كويس وراحت حاطه له ايه؟ دروبر. الدروبر ده فيه ايه ملك اني ملك؟ المادر ملك خلاص؟ لكن امال ليه مقرباه كده؟ عشان ابتدي ان شاء الله لا نيكنج ال 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 او ال 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 النبل يشم ريحه الام ده كله هيعوده يعمل ستيميوليشن للاورال السنسيشن بتاعه يبتدي يطلع. نيجي بقى على حاجه اسمها سيمي ديماند فيدنج، يعني ايه سيمي ديماند فيدنج؟ انتوا سمعتوا عن ديماند؟
انت سمعتوا عن ديماند فيدنج؟ فيني ديماند فيدنج اللي هو بيتعمل في البريماتشور. يعني ايه بيتعمل في البريماتشور؟ هنشوف دلوقتي. الطفل ده مترتب له ايه؟ نيزو جاستريك اهو بياخد اهو خلاص؟ السيمي ديماند بالسهوله كده ان انا بعمل ايه؟ ببتدي اعرض عليه اللبن واديله واشوف هو خد قد ايه والباقي حصل ديس انجيجمنت. يعني ايه ديس انجيجمنت؟ يعني ارشي، يعني سبلاين، يعني كل الحاجات دي حصلت. اسيب خلاص واروح مكمله له بايه؟ بالنيزوجاستريك. لكن تبقى شويه ريجولار، يعني كل ثلاث ساعات ابتدي اعمل الحركه دي. يبقى هي السيمي ديماند انا بقوله الكيو بتاعته وبديله كل ثلاث ساعات اكنها بالظبط، لكن بديله حسب ايه؟ الكيو بتاعته. لما بدي هو بياخد، بعد كده ابتدى يحصل له ديس انجيجمنت، بطلت واكمل بالراي. خلاص؟ يبقى سيمي ديماند فيدنج بقى هي نفس الكلام اللي انا قلته، ازاي بس انا قايلاه على بسرعه عشان ما ناخدش وقت طويل. تحبوا اسئله؟ ادي سيمي ديماند اهو، بصوا بيحصل ايه؟ انه every 3 hours offer السايكلينج for 10 minutes خلاص؟ وبعدين اذا الولد sleeping خالص سيبيه sleep لمده نص ساعه، وبعدين ارجعي تاني offer السايكلينج لمده 10 دقائق 5 ل 10، if sleeping خليه على دماج ما تحاوليش تدي اي حاجه. خلاص؟ ما تحاوليش تدي اي حاجه. طب الطفل ابتدى اوير وابتدى يصحصح، ابتدي اديله النيبل فيدنج او وات ايفر بقى انت حطيتيه بدروبر، حطيتيه بالنيبل، حطيتيه وات ايفر، زي ما قلنا السكور بتاعنا خلاص. وهكذا هو ده السيمي ديماند فيدنج. يبقى الابروتش في الاخر او اخر حاجه ان انا الطفل دلوقتي بريماتيور، هشوفه اذا كان ريدي ولا لا، فيسيولوجيكال ستيبل ولا لا. يعني ايه ستيبل؟ انا قلتها المره اللي فاتت استبرتي، لكن ما قلتش يعني ايه ستيبل. ستيبل يعني الهارت ريت من 120 ل 160، يعني البريدنج مش اكتر من 60، يعني اقل من 60، انه مش محتاج اكسجين كتير، يمكن 40% كفايه. عشان كده على السباب ممكن اعمل الكلام ده sufficient bowel salt. ادي استبرتي. البروتوكول الفيدنج بقى هنعمل ايه؟ ان الطفل ده من اول ما يدخل لك اول يوم، بليز اول يوم ابتدوا بأورو فارنجال كولوسترام فروم داي 1، فروم داي 1 ابتدوا خدوا الكولوسترام واعملوا زي سواب للفاركس. ده هيدي احسن من احسن. مثلا احنا كنا بنقول بتوع الفانجس بندي ايه؟ بنعمل ايه؟ بتوع البريماتشور بنقول ادوا كانستين، مش كده؟ ادوا كانستين وفي الاكل. لا اعملوا كده أورو فارنجال كولوسترام فروم داي 1. بري فيدنج اورال ستيميوليشن مهم جدا للاطفال اللي هم قبل ما النيوتريتيك اللي هو من 24. انا هجيب لكم الصوره تاني. اعملوا بري فيدنج اورال ستيميوليشن ونون نيوتريتيك سابلينج لازم، وبعدين نيوتريتيك تاني اهو. ادي الصوره اهي، ده البري فيدنج فيز اللي انا هعمل فيها ايه. البري فيدنج فيز ده هعمل اورو فارنجيال، هعمل هعمل تروفيك فيدنج، هعمل ستيميوليشن. هتشوفوا دلوقتي صوره للستيميوليشن ازاي بعمل ستيميوليشن، وهعمل نون نيوتريتيف سايكلينج. وبعدين بعد كده هعمل النيوتريتيف بعد ايه؟ اعمل نيوتريتيف بعد ايه؟ بعد السكور، بعد السكور، اعمل سكور. ادي بري اورا بري فيدنج اورا ستيميوليشن. شوف بيعملوها ازاي، بيعملوا مساج للجيك، مساج للنفس، مساج للجام، نعمل مساج. كل مساج دي لها مثلا تعمليها خمس مرات في اليوم، تعمليها ثلاث مرات في اليوم. الحقيقه دي لها يعني محاضره مش هطول فيها، بس على الاقل تبقوا عارفين ان في حاجه اسمها اورال ستيميوليشن. في ناس دلوقتي بيعملوها، او مش في ناس، في تول فعلا اللي هو عباره عن فايبريشن تول، يتحط كل ده عشان احسن له السنسيشن بتاعه. ده ولد صغير ما عندوش سنسيشن، ده انا حاطه له طول النهار حاجات نيجاتيف سنسيشن، فلازم احسن له السنسيشن. وطبعا مذكوره في الكوكرين يعني اللي قالت افكت اوف اورال ستيميوليشن اوف فور اورال فيدنج ان بيتر، وكانوا بيقولوا انها لها اهميه كبيره جدا. بعد كده النون نيوتريتيف سايكلينج، ان انا طول النهار احط صاجع، اخلي الام تبقى امتي بريست وتحطه. دكتور عبد الله هتكلمنا عن
النون نيوتريتيف سكند هتكلمينا عن النون نيوتريتيف سكند. طب المهم يعني النون نيوتريتيف يبقى بعمل اورال ستيميليشن واحط له صابع او احط امتي بريست عشان احسن زي ما قلت النون نيوتريتيف سكند بتاعه. ممكن الباسيفاير مش محبوب لكن لو ما لقيتش غيره ممكن احط له في الحضانه وهو على نيزل ها انا بحسن له الستيميليشن والكيو بتاعه. بعد كده هدخل على النيوتريتيف ساكلينج اللي هو زي ما انا قلت في الاول فانا مش هاخد فيها وقت طويل خلاص. وبعد كده السي بي ديموند اللي احنا اتكلمنا عنه انا بتكلم عن البروتوكول في الاخر ها كل حاجه لازم تمشي ازاي. وبعد كده اعمل اسيسمنت اذا الولد ده جود فيدر ولا فير فيدر ولا بور فيدر عشان اعرف انا هعمل ايه. الصوره دي الحقيقه بتوريني في الاخر تقريبا مجمل الحاجات ان الطفل ده هيبتدي لازم يبقى استعداد اخر سؤال يبقى فيزيولوجيكال ستابيليتي كويس قوي في كل الحاجات دي. وبعدين نبتدي نشوف احنا هندخل على فين هل هو الطفل ده يدخل سكين تو سكين ولا نون نيوتريتيف ساكلينج ولا اديله مره في اليوم ولا مرتين ولا ثلاثه والسايكل بتبقى حسب الحياه. الصوره دي مهمه جدا انا ممكن اسيب لكم السلايد ده او اللي عايزها ممكن يبعت لي ايميل وانا ابعت له. دي مهمه جدا جدا لان هتوريك بالظبط انت هتمشي ازاي. بس بعد كده فولو اب. فولو اب زي ما قالت الدكتور عبير بوزن الطفل باللورين قد ايه بالستول قد ايه واسك ذم دونت تيك ذم وين تو فيد. يعني ايه كانه بيقول للطفل انت عايز تبدا قد ايه خلاص عشان ازود له الكيلو. شكرا. نشكر الدكتور عفاف على المحاضرة الجميلة والقيمة بتاعتك زي ما تحبنا بمعلومات قيمة كده. وسعيد ان اقدم بشخصية عظيمة صراحة بصراحة يعني تعجز الكلمات عن هي توفيها حقها وتقدمها تقديم الواجب. انسانة عظيمة حملت على عاتقها رسالة وحلم كبير بتسعى وراها بكل مجهودها ووقتها وصحتها من عارف هي بتدي قد ايه عشان تحققوا البروجكت الكبير بتاعها وهو منها وهنحققه يا رب ان شاء الله بالتوفيق ايضا ان شاء الله هنحققه. دكتوره عبله ان شاء الله هتجاوب لنا على سؤال مهم جدا هو البريست فيدنج ريفيوزال كان بي بريديتد. اتفضل دكتوره. مساء الخير جميعا وبشكر دكتور وائل ودكتور محمد زنون على دعوتي للمشاركه واشكر دكتوره جيهان على مجهودها في تنظيم الورك شوب. الحقيقه الدكتوره عفاف يعني اسهبت في كل التكنيكال والساينس بيهايند بري ماتور فيدنج. انا عايزه اسال سعادتكم جميعا كده لو واحد او اثنين او ثلاثه يتطوعوا ويقولوا لي انتوا في حضانه كم واحد منكم بيشتغل في حضانه؟ تمام. اللي احنا قلناه للدكتور عفاف قالته ده كله كم منكم حاسس انه ابليكابل انه يعملوا عنده في الحضانه؟ اتحدي يرد عليه بصراحه. حد بيعمل الكلام ده واللي بيعمله واللي ما بيعملوش وعايز يعمله شايف انه فيزيبل؟ نفهم ايوه في حاجات منها بنقدر نطبقها اللي هو نحسن الدون ونخلي النون نيوتريتيف ساكلينج بنعمله اوريدي بس مش فاهمين قوي اهميه فلو بيقدر. هل حضرتك عندك مان باور في الحضانه ان يقدر يعمل ده؟ هل حضرتك لو عندك 10 15 20 بيبي كريتيكالي ال هتقدري تقعدي تواتش الكيوز وتشوفي البيبي ليت فيدنج وتشغلي نفسك تشوفي محتاج كام هنقدر نديله النهارده كام ولا تقولي للنرس 10 ام ال افري 3 اورز وهي تديهم له بالعافيه هياخدهم يعني هياخدهم ناس بردعي مش انا بقول الكلام ده ليه؟ لانه احنا كنا عايزين نسال سؤال يا ترى خدنا عليه اجابه انه يوافقوا ان الامهات تبقى فريلي تزينت ولا لا؟ لما عملناش
سيرفي، ما عملناش السيرفي. انا اول سؤال بطرحه، do you accept mother free access to NICU 24/7 يعني throughout the day 7 ايام في الاسبوع؟ do you accept that؟ لا. خلينا صالحين عشان نقدر نحل المشكله. لا لا ليه؟ اتفضلي. يعني الامهات اسالتهم كتير قوي، مش هيأكسبت المانوفر. اوكي، هيصوروا حاجات وهيانتربريت الحاجات غلط، وبالتالي يعملوا لنا مشاكل. يعملوا لنا مشاكل. طيب ايه تاني؟ لو في كريتيكال سيتويشن، طفل كولابس، الطفل هتحط له تيوب، هيجوا يدخلوا في الشغلانه وهيتدخلوا في شغلنا اللي احنا شايفين ان من حقنا محدش يدخل فيه، صح؟ وممكن يعملوا لنا انفكشن. دكتور تهاني بتقول تمام. يبقى احنا دكتور بتسجد ان نخلي وجود الامهات منحصر على الولاد اللي هم جروور وستيبل، يبقى في اوضه لوحدهم ويبقى الامهات معاهم. لكن الكريتيكال يقل لو على سيباب، لو على فنتليتور، لو على اكسجين، لو على اي في فلويد، لا ماما لا. اوكي طيب، فين الفورورد؟ اوكي، كم من عيالنا بيدخلوا حضانة؟ في مصر عندنا 2.6 مليون بيبي بيتولدوا كل سنة، منهم 20% بريماتيور و 62% سيزاريا انفكشن. 62% سيزاريا انفكشن، ده معناه ان معظم العيال اللي هيدخلوا الحضانة هيبقوا برضه مواليد بسيزاريا انفكشن ولايت بريماتيور، ودول لهم مشاكل كتيرة جدا، أهمها انهم ما خدوش الاكسبوجر للامنيوتيك فلويد لو هم طالعين، اللي بيساعدهم بالمايكروبيوتا، واللي بيساعدهم انهم يتولريت الفيدنج ويبقى عندهم اميونيتي ويبقى عندهم فايتنج الاوبيزيتي ويغيروا المليو بتاع الجت. عشان كده لو الدكتور عفاف بتقول من اول يوم نعمل سوابنج للماوس بالميلك كوليسترول، انا بقولكم لو سمحتوا اول ما البيبي يتولد اعملوا سوابنج للماوس بامنيوتيك فلويد كانه نازل من البيرث كانال. العالم دلوقتي بدا، لان السيزاريا انفكشن عمال يزيد والولاد دول ما بيتعرضوش للنورمال فلورا اللي هي اصلا بتغير البكتيريا بتاعه البيبي وبتغير الاميونيتي واللي بتديله ريزيستنس للالرجي وبتقلل بس كده، واعمله يا دوب نقطتين ثلاثه في بق البيبي، هو اصلا كان نايم فيه جوه فمفيش مشكله، يعني ثلاثه اربعه كده نقط في بقه يبلعهم، يبقى كانه خدهم في البرس كانال وهو نازل من الامنيوتيك فلويد اللي موجود في الفاجينا بتاعت البيبي بتاعت الام. ده الوقت بيحاول اوفركم بيه السايد افكت بتاع الهاي ريت الفيري هاي ريت بتاع السيزاريان سكشن. فاحنا في مصر اكتر من 20% من مواليدنا بيدخلوا الحضانه، يا اما عشان بريماتشور عندنا عالي ضعف العالم بريماتشورتي، يا اما عشان السيزاريا انفكشن عالي، واحنا بلا فخر اكتر دوله في العالم عندها سيزاريا انفكشن. احنا التوب كانتري ناو، تخطينا استراليا وتخطينا كوستاريكا، كنا ال 30 سنه 2017، في 2018 بين الاوائل بلا فخر. بلا فخر. والله تأخر مصر. تأخر مصر. سيزيريان سكشن يعني ايه؟ سيزيريان سكشن يعني بريماتيوريتي، سيزيريان سكشن يعني ادمشن تو نيكيو، سيزيريان سكشن يعني لاك اوف بريست فيدنج، فيلير اوف بريست فيدنج، سيزيريان سكشن ريبيتد سيزيريان سكشن يعني بلاسينتا اكريتا وديث اوف ذا ماذر. عشان كده احنا عندنا دكتور محمد ممتاز كان بيقول، كان معايا في برنامج في التلفزيون بيقول اساتذتنا في حياتهم شافوا حاله بلاسينتا اكريتا كل 30 سنه، احنا كل 300 حاله بيغيرنا الوقت حاله بلاسينتا اكريتا من ريبيتد سيزيريان سكشن. يعني احنا قلنا نعمل سيزيريان عشان العيال ما يجرهمش اسفكسيا، فبيجي لنا بلاسينتا اكريتا وامهاتنا بتموت.
You can imagine science. عشان كده لازم كلنا نحاول ندخل في حولي تولدي طبيعي. احنا عاملين كامبين حولي تولدي طبيعي، نقول للامهات بالتعاون مع الدكتور اسامه حسين في بورسعيد، تقول للامهات يولدوا طبيعي. طيب يبقى احنا السيزيريان عندنا مشكله. السيزيريان سوري الادمشن تو نيكيو عندنا مشكله. هو مسبب مشكله في البريست فيدنج؟ لانه بيخلي البيبي ما ياخدش الماجيك فيرست اور اللي الدكتوره داليا اتكلمنا عليها وعلى اهميتها في ستابلايزيشن اوف بريست فيدنج والاكسكلوسيف بريست فيدنج في 6 مانس. هو ما بياخدش دي، احنا بنقعد نعمل ريسبشن وقلب على الحضانه وامه ننساها خالص بقى، بعد خارج المعادله لغايه ما يروح لها بعد شهر ولا اثنين الله اعلم. تاني نقطه، الام اصلا ولدت بدري وهي معظمهم مش عارفه انها تولد، فما خدتش بريباريشن للدليفري ولا للبريست فيدنج، وبقت ديبرست وانويلنج ماذر انها اصلا تيجي، هي كل خوفها ولا هيعيش ولا هيموت. وانتوا طبعا عارفين انه احنا بيقولوا هنا ميت انتل بروف اذروايز، واحنا عملنا ستادي برضو دي معلومه لازم كلنا نعرفها، عملنا ستادي الالف بيبي ويز سبيشال نيدز توب كوز جراديت فروم نيكيو توب كوز of children with special need graduate from NICU preterm with hydrocephalus with blindness with hearing defect with spastic cerebral palsy with spastic diplegia بالهبل بيعيشوا survival بدعم حلو بس المورتاليتي morbidity عاليه جدا morbidity عاليه. يعني الام دي بتتعدي لا تدي breast feeding بقى ولا تدي حاجه، ده هي عمها كبير. عشان كده حاله من حالاتنا اللي راحت امريكا والدكتور في مصر قال لها وقفي البريست فيدنج ورفضت، كان بريتر بيبي، قال لها اللي ساعد ابنك ان هو يبقى منتالي انتاكت، بنتك يا بنوته عندها 5 سنين منتالي انتاكت انها خدت بريست فيدنج رغم انها بلايند. البنت بلايند لغايه النهارده، عملت 13 عمليه لسه بلايند بسبب انها متعملها سكرينينج وهي في حضانه. في استادي دلوقتي بتتعمل بتقول ان البريست ميلك عنده جروس فاكتور للريتينال فيسلز، وبالتالي بيمنع الريتينوباثي اوف بري ماتيوريتي اللي بيحصل في البيبيز اللي هم بري ماتيور، وبيروتكت البيبي من الهازارد بتاعت النيكيو ايا كان لو اوكسجين هاي تي او 2 وات ايفر ميني كوزز بقى عندنا كتير مش هي بس الاوكسجين. فالبريست ميلك مش بس ان احنا ناكلهم ونكبرهم، لا ده احنا بنحميهم من هذا وبنخلي الجسم كله يشتغل اوبتيمال. كمان عندنا في الحضانه عدد كبير بيدخلوا كريتيكالي ايد بيكونوا عندهم كونجيتال مالفورميشن، سبيشالي ان احنا عندنا الكونسنجوينتي 30% اعلى دول العالم برضه في الكونسنجوينتي، وبالتالي كونجيتال مالفورميشن عندنا عاليه جدا. كل ده هازارد ان البيبي ما يرضعش خالص، عنده كتف بلد عنده مشكله، داون سندروم عنده مشكله، احنا اعلى انسيدنس في داون سندروم وورلد وايد. شوفوا بقى اعلى حاجه تخض مش كده؟ بس احنا وي ار ادفوكيت فور تشايلد رايت، انا وانت 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 الدكتور علاء وي ار ادفوكيت فور تشايلد رايت. احنا من حق الناس علينا نقف ونقول نمنع ده ازاي يا جماعه؟ انا بقالي سنين كتيره بروح عند الدكتور محسن بروح عند الدكتور احمد ونتكلم مع الناس، بس في الاخر احنا ستاند ستيل. حضراتكم النهارده كلكم قلتوا لي ان الام ما تخشش الحضانه، في ذا رايت اوف ذا بيبي ان الام تدخل الحضانه، من حقك انت تحاول توفر كل الوسائل الممكنه ان الام تدخل الحضانه وتاخد ابنها في حضنها عشان ما يعملش كل ساينز اوف سترايك ويمد رجليه ويقرش هيز باك ويفتح صوابعه كولينج فور هيز مام. هي از نوت هابي. هو هيومن بينج يا جماعه، ده مش حته قماشه بنلعب فيها، ده بني ادم. انت بتعدي تموري اراوند وتقولي اراوند تاخدي بعضك وتمشي اعملوا كده. بكره جيتي ما خدش ليه 30 سم اللي انا قلتهم؟ ازاي اديكيه 27 ورا؟ هو ما خدش، طب رجع. لا لا مش قضيتنا. هو لو امه جنبه هياخد 35 لان التوليرنس بتاع الجات هيبقى احسن والجات هرمون هتبقى احسن وسكين تو سكين هيعمل الفرق ما بين السماء والارض، ومش هنعمل ومش هنحتاج نعمل سكور. His mother will scold him. وهتقعد تلحس له بالحلمة في بقه لغاية ما يتعود، وبعدين يعمل نزلينج، وبعدين يلحس، بتقول لك الوقت يا دكتور أنا حاسة إنه جاهز. هو مص مصة، تقول لها طب حاولي معايا في الثانية. هتشيل عنك. هتشيل عنك كتير. إحنا ليه
العالم كله الوقت راجع يقول non medicalization of physiological issues. الولادة بنقول back to normal, breastfeeding بنقول back to normal, NICU back to mom. خلي الأم الوقت في ألمانيا بيعملوا bedding in حضانة والأم والبيبي في أوضة لوحدهم من أول ما يدخل لغاية ما يخرج. العالم كله. لكن احنا مش هنقدر نعمل ده عشان ما عندناش امكانيات, بس لازم يكون عندنا امكانيات. وما تقوليش ان انا ما ينفعش في مصر, لان انا عملته. انا في البرايفت عملته, وفي مستشفى الجلاء للقوات المسلحه عملته, في ناس كتير بتعمله, الدكتوره عفاف بتعمله. يبقى ممكن لو بيبي واحد اتعمل له ماذر ان, يبقى كل البلاد في البلد دي من حقهم امهم تدخل له حضانه جنبهم. مش لازم 24/7, بس اتليست يبقى allowed hours of contact between the baby and the mother عشان البريست ميلك يفلو كويس, علشان البيبي يتعود to suck on the breast كويس, علشان النيورو ديفلوبمنت بتاعه يتصلح. Separation anxiety بتبرس البرين ديفلوبمنت, ستريس بيزود الكورتيكوستيرويد وبتموت البرين, بتعمل demyelination. Separation is very hazardous على breast milk, duration, constituents and flow, وبالتالي عن البيبي كمان. طيب سؤال بيقول هل انتوا احنا هل دخول الام الحضانة بزوجة الانفكشن؟ حد قال لي كده وانا بقول لكم يا جماعه impossible. انا كنت في ليدز ولقيت الستات والاطفال في الحضانة, فرحت كده الله يرحمه بقى سايمون وقلت له I'm afraid infection. بس اللي كده قال لي عبلا you will infect the baby but not his mom. If you touch him you will infect him but not his mom. هو لسه الدكتورة جيهان بتقول لكم انه جسمه واخد كل الانتي بوديز لكل الاورجانيزم اللي على جسمه من ساعة ما كان جوه انتريوتراين, فهو prepared, وما بيطلع بيكمل بالبريست ميلك, فهو immune to his mom. احنا بقى نعمل ايه؟ نقول لها خلي حالك مع ابنك, مفيش دعوة بقى باللي بيحصل للتاني. اقعدي وضهرك انا بقعدهم وشهم في الحيطه, يعني بحط الكرسي كده والحضانه كده وهم باصين الحيطه وابنهم في حضنهم, مالهاش دعوه اللي بيحصل في الحضانه. ونعلم الاستاذ بتاعنا انه يتكلم قليل, وانه ما يغلطش, وانه ما يقعدش يحكي حكاوي مالهاش لازمه, ومن الموبايلات نحكي فيها وده, فنبوظ الدنيا. يعني احنا اللي نبهيف, مش الام اللي تتحرم من ابنها, احنا اللي نبهيف, ده المطلوب. طيب الجابنينج بقى والاوفر شوز والكلام ده بيابورت البريست فيدنج. يعني الام لو دخلتها الحضانه وقلت لها البسي اوفر شوز والبسي جاون والبسي بتاع ده هيد كاب والبسي ماسك وقعدها مخنوقه, مش هتقدر, هتقعد نص ساعه وتخرج. لكن خليتها كومفورتبل ولبستها جاون بالمشقلب علشان بس سك, عشان بس احنا عندنا الحجاب وكده, يبقى مغطي صدرها وتقعد عاديه خالص, مش محتاجه اكتر من كده. لا محتاجه اوفر شوز ولا محتاجه حتى سبيشال فلوس. بس لو بتقولوا علشان خاطر هما بيجوا من حتت والارض ما تبقاش نظيفه, لبسوها سبيشال شوز اللي هو بتاع الحضانه, لكن اذر وايز عادي تغسلي الحته دي تروحي خدي حمام في بيتك وتعالي والبسي حاجه تدريها مفتوحه عشان تحطي البيبي سكيلز كده. الفوليوم, الفوليوم يا جماعه العيال بنحنسهم بنحنسهم, بياخدوا اول سنتي ويستولريت, تاني يوم يزود سنتي حلو جميل, تالت يوم يزود سنتي, رابع يوم يزود سنتي, وصلنا 5 سنتي بقى خلاص شيء البيبي استولريتنج 5 ml. كل الدنيا بتجري بقى الا احنا نفضل سنتي في اليوم. لما الواد يقعد اسبوع 10 ايام عشان يوصل ل 15 سنتي في جات الكليبسيال بالسلامه بقى خلاص, عملنا اللي علينا, قللنا الفيدنج, قللنا الاميونيتي, زودنا الانفكشن. وبريست الملك كمان عمال يتكون, مفيش سحب. الام محتاجه نقول لها هاتي كمان هاتي كمان هاتي كمان عشان تكسبرس, كل ما تكسبرس اكتر كل ما الملك فلو يزيد. فبالتالي احنا محتاجين تو بي سلو انيشيالي اند ذن ابرا, سودوا بقى براحتكم, خاصه في البيبيز اللي هو افريج بريماتيوريتي اللي هو مش اكستريملي لو بيرسون, مش ال 700 وال 600 700 مش فيهم مش وش بس, لكن الكبار اللي هو كيلو ونص و2 كيلو 5 سنتي هي استولريتنج ويل جو اهيد بقى 50% of his need. كل رضع ازود اخلص لان اخد فول فيدنج ما اقعدش احنسه. كل دي تشالنجز بتأثر في البريست فيدنج في الحضانه. انا
عندنا رومر في المجتمع المصري انتوا موافقين عليه ولا لا، بيقولوا ان الرضاعه على الستر او على البيبرونه بتخلي البيبي يخس عشان الكالوريز اللي بيستهلكها في الرضاعه، فيفضل على رايل لغايه ما يوصل اورجن بيرث ويت وبعدين يبتدي بقى الاستيميليت فيه. حد موافق على كده؟ اه لو في كاردك، ولو كان الكاردك بيتعب، لو كان بيتعب لا لا طبعا. البيبي بالعكس الرضاعه بتزود التوليرنس، لما يمص في الناتشرال واي بيبير الجلد ان سمثينج از كومينج، في سيجنالز بتطلع من الماوس توصل للاستومك تفرز السكريشن بتاعتها عشان سمثينج از كومينج، وبالتالي يبقى كل ما الفيدنج يكون من ناتشرال واي كل ما البيبي الجيننج بتاعه يبقى احسن. تيجي ده اليوم بقى تلاقي مثلا الميزان اللي غلط اي غلطه نقص 10 جرام، اه شفته عشان انا تعبت انا كنت اروح بعد جرامه، لا وقفه ورجعوا تاني على اللاري. خلينا نبقى واثقين من الحقائق العلميه ان الفيدنج باي سكينج doesn't reduce the growth، بالعكس بيزودها، خلي البيبي جين اكتر. هقول لكم على استادي هختلف شويه مع الدكتور عفاف في حتت كده. Regardless of suggestion age, yes. أنا في شغلي وخاصة اللي هو بيبقى my patients، ما أنا هقول لك بقى عن حكاية الثلاثينات دي هنختلف عليها شوية. في كل حاجة في حياة الإنسان ليها normal physiology in utero، ولما يطلع حياته بتختلف تماما. زي السرفاكتنت. الماتيور سرفاكتنت بيتكون وبيبقى الماكسيمم بتاعه عند 34 اسبوع صح؟ ده السرفات الماتيور. ودكتور علاء بقى يصلح لي لو انا غلطان 34. طيب لو البيبي ده اتولد 31 بنعمل ايه؟ نديله سرفاكتنت من بره ونقول على بال ما يتكون الناتشرال بعد 3 ايام. بيجي الناتشرال يشتغل لان هو الاكسوجينال ده بيشتغل يا دوب 3 4 ايام ويكسر. طيب يبقى معنى كده ان العيان اللي كان المفروض بيطلع سيرفاكتن عند 34 اسبوع دلوقتي بيطلعها على امتى؟ على 31 اسبوع. ان انديوست الالفولار تايب 2 سيلز انديوست باي بينج اوتسايد ذا بادي. كالسيوم ميتابوليزم، فوسفورس ميتابوليزم، مغنيسيوم ميتابوليزم، كله بيتغير بالدليفري بتاع البيبي. كمان الريفلكسز بتاعت البيبي النورمال كورس والديفلوبمنت بتاعهم اللي مكتوب ان يوترو ده النورمال كورس لو العيل ده قاعد جوه بطن امه. لكن هم في الكوهورت ستادي دي اتعملت في 2014 وكان في قبلها كوهورت ستادي معموله 2006 ما اختلفوش كتير عن الاوت كام في الاثنين. خدوا كميه كبيره جدا من البري ماتيور وكان الديفرنس في هرجع لكم للست دي تاني، كان الجستيشنال ايدج بتاعهم من 26 اسبوع لغايه تقريبا 36 اسبوع. عدد ثاوزندز لانه كوهورت فاخذوا مالتي سنتر وبداوا يبصوا على الريليشن للسابكلينج والروتينج والتوليرنس للفيدنج بعد البوست منسترال ايدج في البيبيز دول، فلقى irrespective of the post منسترال ايدج all babies responded by rooting and sucking on first contact with the breast. يعني لما وقفوا يلاحظوهم لو هما بيتحطوا على صدر مامتهم يبتدوا كده بدأوا يعملوا روتينج وبدأوا يحاولوا تسك، مع انه منهم كان في عيال 26 و27 28 لسه ما وصلوش 34 لو الديفلوبمنت بتاع السكينج ريفلكس. طيب لقوا انه efficient rooting areolar grasp and latching observed at 28 اسبوع. لقوا ان في repeated burst of sucking more than 10 sucks by 30 weeks and the nutritive sucking was observed from 30.6 weeks. يبقى معنى كده احنا المطلوب مننا يا جماعه ننديوز العيال دول نحسسهم انهم they have to do something، ان ماما موجوده وريحه الملك اهو والتاتش اهي والاكسيتوسين يطلع والستريس هرمون يروح فيبتدي البيبي يحس يبتدي النيورولوجيكال سيستم باث واي بتاعه يشتغل فيشم الريحه فيروح لها فيروت فيسك فيبتدي يعمل لايكس على البريست شويه شويه
يوصل مرحلة انه يقدر يأكل نفسه. هل ده حاجة ثابتة كل الناس بيعملوها زي بعض؟ لا. لكن لقوا ان الـ early sucking behavior result of learning، بعلمه بحطه في السيتويشن وعرضه للستيمولاي اللي تخليه يشتغل. لكن I should depend زي ما الدكتور عفاف قالت على الكارديو ريسبيراتوري ستابيليتي، يعني ما خليش واحد يعمل الشغلانه دي وهو عنده هايبوتنشن وهايبوكسيك واسيدوتيك ومتبدل. لازم يبقى ستيبل عشان الجت لو نزل فيها كميه لبن تعرف تهضمها، وهو كمان يبقى نيوتريشن انتاك. في الكوهورت دي دوروا على الفاكتورز اللي نيجاتيفلي امباكت افكت الترانزيشن بالبري تيرم بيبي لان هو يروح اد بريست، اللي هي ايه هم العيال اللي انا اتوقع ان هم يبقى عندهم مشكله. لقوا الفيرست البيبي فور ذا ماذر فيرست اللي هو البرايمي، الست البرايمي دي ابنها بيكون عنده مشكله لان مش عندها اكسبيرينس قوي. الفيلينج بين ادكواسي واللاك اوف كونفيدنس ده ماتيرنال ايشوز، لاك اوف كوميتمنت اند ديزاير برينيتالي، يعني الست اللي انا ما اشتغلتش عليها وحضرتها من البرينيتال تايب لما تيجي على البريست مش هتعمل الشغل قوي المطلوب منها. ان ادكوت ميلك سبلاي، وده برضه هيعتمد علينا كل ما نقول لها تبمب، تبمب ازاي؟ كميه الميلك سبلاي هتبقى احسن وبالتالي هيبقى بالنسبه لها الوضع ايزي بمب، ايز اوف بمبنج اند ستورنج، نيد تو كوانتيفاي انتيك. في ستات تقول لك ايه؟ انا عايزه اطمن هو اخذ كفايه ولا لا؟ فتفضل بقى عايزه توزنه او عايزه تتاكد هو خد كام، فتيجي بعد ما يرضى تروح عامله بامبنج، تقول لك انا ما عملت بامبنج ما جبتش 5 سم، يبقى هو ما جابش كفايه، او وزنته في الميزان بري اند بوست ما زادش الا 5 جرام، شفتي بقى ما بياخدش كفايه يا دكتوره، ده ما خدش الا 5 جرام بس. تراي تو ابول يعني ابولش الحكايه دي، لكن نقول لها هنأسس الكميه بعد اسبوع، خليه يرجع اسبوع وبعدين نشوف هو بيكبر او ما بيكبرش. احنا ممكن نعمل انه بنعمل ديلي ويت لما بنبتدي الفيدنج ماشي، بس مش لازم هي تعرف كل وزنه، لان لو قلنا لها ولقينا وزن الموازين بتاعتنا مش كلها مظبوطه، وممكن يتوزن مره يبقى عنده فول بلادر، المره الثانيه عنده امتي بلادر ده 30 سم الواحده يعني 30 جرام، مره عنده ستول مره ما عندوش ستول، فرقت كتير. بالتالي هو كمان الام هتبقى ديبرست، هتبقى سبريست، كميه اللبن هتقل على طول، واللي كانت بتعمل اكسبريشن 8 مرات في اليوم تعمل مره او مرتين وخلاص. فانا مش عايزه ادخلها اي فاكتور يعمل لها نيجاتيف امباكت. البيبي كل ما يكون الفيدنج بيهيفير بتاعه اماتيور كل ما بياخد لونجر، اللي هي السكور اللي الدكتوره عرفت قالت عليه، كل ما يكون اماتيور اكتر كل ما ياخد لونجر تايم تو ليرن، لكن ديفينتلي اي ليرن بيفور الاكسبكت ستيت وهو جوه. طبعا اللي على الميكانيكال فنتليشن او السمول فور جستيشنال ايج لاقوهم برضه بيكون عندهم ديلي. البراكتس بقى طبعا الكو بيبنج قالوا ان ده اهم حاجه، احسن حاجه ان الام والبيبي يفضلوا مع بعض الليل ونهار. لو ما كانش ده ممكن يبقى نعمل سكين تو سكين براكتس فريكوينتلي اند فروم ذا فيرست داي، مش لما يبقوا جروور وستيبل وقاعدين في اوضه لوحدهم في الاول. عشان كده بنقول ان الترانزيشن ده لو انا عملته من الفيرست داي هيبقى البيبي الاول هينزل على البريست وبعدين هيلايك التيست وبعدين هيسيك اند فايند اند ساك فور بليجر، مش هياكل هيتبسط بس هيبسط نفسه، وبعدين هيساك اند سوالو هيمص ويبلع، وبعدين هياخد بريست بيفور تيوب يعني زي ما الدكتور عفاف يديله شويه وما يتعب يكمل له بالتيوب، وبعدين ياخد فيلز اب فروم ذا بريست فور ذا فيرست تايم وبعدين ياخد بريست اون. الرحله دي من تيو فيدنج باث لبوتل فيد اللي هي بريست فيدنج باث بتاخد سيكونس مختلف من ناس لناس، ممكن تاخد من ايام لاسابيع لغايه شهور، ده بيعتمد على الماتيوريتي بتاع الفيدنج ريفلكسز، والماتيوريتي بتاعت الفيدنج ريفلكسز بطلعها ان انا بستيميليت العيال دول بدري، فكل ما اعمله ستيميليشن بدري مع الام كل ما يبقى بيجين اكتر. لكن لو انا عملت ستيميشن ل 10 اطفال الريسبونس بتاعتهم هتختلف من طفل لطفل حسب طبيعته وحسب الريسبونس بتاعته للاكسترنال ستيمولاي اللي جايين له من الام.
وهاو فريكوينت الام تعمل سكين تو سكين ده مهم جدا. كل ما تطول اكتر كل ما بيبقى الاوتكم continuous skin to skin and co-bedding will improve the situation. بيقول لك give babies more opportunity to light, nuzzle the breast, nipple, كل ده بيزود الميلك فلو. فعشان كده مش هنستنى خالص لما يبقوا grower وهم على في الحضانه وهم على السيباب وهم على نيزل كانولا هديهم skin to skin. ده مش بس هيزود الميلك برودكشن بيانكرج البوندنج والساكلينج، لا ده كمان هيصلح الاميونيتي بيقلل الاكسجينيت وينكرج الوينينج بدري. العيال دول احنا عايزين نمشيهم من الحضانه as soon as possible. عايزينهم يمشوا مع امهاتهم في البيت، وجود امهاتهم في الحضانه معاهم هي اللي هتسهل انهم يروحوا معاها بدري. بامبنج از فيري امبورتنت، اعلمها مانيوال، اعلمها بامب، الاقي لها مكان تستور اللبن فيه، واديها ريتن كونفرميشن، ادي البيبي بالكاب وبلاش البوتل يا جماعه. 100% من حضاناتنا انا عندي استاذي بس ما فيش لها وقت، خدنا 80 حضانه وشفنا البراكتس فيها. 100% من الحضانات بتستعمل بوتل. نو حضانه بتستعمل كاب. نو ون. والله كاب ده حلو قوي، طب قولي لنا عليهم دول نروح نشوفهم. روح نشوفهم، حلو قوي. احنا لما عملناهم خدنا 80 حضانه، 80 مستشفى. منهم 5 جامعيين ومنهم 35 حكوميين ومنهم 35 او 40 برايفت، ما لقيناش ريزيستنس، يعني واحد بيعمل كاب بس ما بيديش البوتل خالص. كله البوتل هي اللي موجوده قدر مشترك اعظم. في نقطه مهمه ان انا لما ادي كاب اوزن الفافيتا اللي بتبقى المحطوطه للبيبي، لانه لقوا تقريبا 38% من الابن بينزل فيها اللي خصوصا بري تيرم سبليت كتير، فلازم اعوضه لهم في الاماونت اللي هو ياخده. فينجر فيدنج از فيري سكسسفول، بطبع الام فيري 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 سكسسفول. امهات كتيره جدا تقول لي انا بلاقيها اسهل من البريست. فبيلاقوها حلوه قوي. افضل معاه سكين تو سكين من اول البيرث سبورتد باي ذا هاسباند، تيجي تاني لغايه البارت اوف ديستشارج. واما اجي اروحه ممكن اتربط بوزني وساعه الولاده، يعني اقول مش هروحه الا لما يجيني البيرث ويت. He's stable, feeding well, no need for oxygen, he can go, regardless the weight. If he can take the breast well, he can go. بس قبل ما اروحه احضر له support groups واتاكد ان الام بتعمل السكين تو سكين في البيت كويس. مش عايزه افكركم بالبيبي اللي دايما انا ما بنساهوش، اللي روح كويس جدا وعشان الكت الحمل قالت لها سكين تو سكين ايه؟ بلاش كلام فارغ. شالته وحطته في السرير، رجع وشاء ودي دايت انبتبوها لي. كان ابن يعني هو ابن اخت استاذ كبير عندنا في جامعه المنصوره. I was really shocked الولد جاي لي دايت بقه مليان لبن، انه كان فيري ويل بيبي وكان بريشس بيبي. So breast milk ناس كتير بتعتقد ان هو is not enough nutrients for preterm. الناس اللي بتحترم البريست ميلك بتقول البريست ميلك كميه الميه اللي فيه كتيره، لكن النيوتريشن النيوترينتس اللي فيه عاليه، وبالتالي لو انا عملت حساب الميه دي واديت 220 ل 240 ام ال بير كي جي بدل ما اقف على 170 لو بدي فورمولا، هيدي الانف نيوترينتس اللي محتاجينها في الاول، والبيبيز دي ويل جين ويل دو ذات بس من غير ما ادي فورمولا. So what we need patient to scale the care of the mom. هنحتاج to provide continuous contact مع الام. Early start of feeding, fighting the misconception and malpractice, and give community support until the end of the first 1000 days. وعشان كده انا بقول ان احنا we need a devoted person for the feeding in the NICU. زي ما حضراتكم قلتوا في اول الكلام ان احنا كلنا مشغولين والنيرسز عندهم مليون acute problems they need to care for. وعشان كده ما عندهمش وقت يقعدوا ويعملوا كونسلنج ويتابعوا ويشوفوا الريفلكسز بتاعت الفيدنج ويأسس السكور ويشوفوا البيبي وصل لفين وراح فين. لو علمنا الديفوتد بيرسون ده انه يعمل الكلام ده هيوصلنا لنتيجه كويسه. واحنا عندنا عملنا حاجه اسمها فاميلي كونسلرز من سنه 2015 2018 دلوقتي ممرنين تقريبا 2000 كونسلر في 11 محافظه. قدرنا في المجموعه بتاعتنا نرفع الاكسكلوسيف بريست فيدنج ريت
عند 4 شهور 52%. Starting among our group at 30 كان 14%. Reduced the mortality at time of discharge from the NICU 25%. Could have an early discharge and reduced readmission. الولد ده ناجي، ناجي ده كان 550 جرام 24 اسبوع with intact brain. امه كانت قاعده في الحضانه معانا، تعود على صوت النيرس بتاعته. وده لوت اوف سكسس ستوري. الست دي كانت دمياط وكانش عندها ليفنج تشيلدرن خالص، وحضانه خايبه برايفت ما فيهاش اي اكوبمنت. بيبي ده سرفايفد وروحت بيه بعد شهرين. ده قصه ناجي، وده الكونسلرز وفولو ذيم اب. النيو اناونسمنت اللي عايزه اقولها ان احنا عشان تو ابديت الكواليتي بتاع اور نيوتريشنال كونسلرز، عملنا اجريمنت مع بروجكت اسمه هيلثي تشيلدرن بروجكت من امريكا. كارين وكايزا ارنون فور اس بيشتغلوا معانا في مصر من 2010، هم اللي عاملين البرنامج ده، عاملين كواليتي اشورنس للتريننج. جايين هنشتغل من بالتعاون مع وزاره الصحه ومجلس قومي للسكان وكايرو يونيفرستي. عاملين موديول تو اوبتمايز الايرلي تشايلد هود ديفلوبمنت تو امبروف اكسكلوسيف بريستفيدنج ريت فاميلي سبيسنج او بيرث سبيسنج اند بروموت نورمال ديليفري ان ايجيبت. البرنامج ده عباره عن تو موديولز. المديول الاولاني من 16 ل 18 ابريل بنسميه بيرث كونسلر موديول، والمديول الثاني من 20 ل 24 ابريل وده كوميونتي فاميلي كونسلرز موديول انتر اكتف اند هاندز اون تريننج، وبيدي سيرفيس للاي بي سي ال سي لايزين سيرفيس. والناس اللي هيطلعوا منه هيكونوا اور ترينرز فور كونتينيويشن اوف اور دريم بروجكت في بقيه المحافظات. للبريماتشور عملنا السنه اللي فاتت ابني بدري، احتفلنا باليوم العالمي للطفل المبتسم، نورنا الهرم باللون البيربل زي العالم كله ما بيعمل، وعملنا يوم للاهالي بتوع الاطفال البريماتشور ومعظمهم كانوا اكسكلوسيف بريك فيد بيبيز. ريلي ليال كان دوينج فيري ويل، فوز افانتاستيك داي. انا جايبه الصوره دي عشان اقول لكم ات كان بي دون. اللي عايز يعمل بيعمل زي ما الدكتوره جيهان بتقول دلوقتي في مستشفى حكومي في بلبيس. الناس عملت وطبقت وجابت نتائج في المنصورة، عندنا ناس عملت وطبقت وجابت نتائج. ما تعملوش اكسكلوجن للاي كي، بس فكروا فيها وابتدي تراي تو امبلمنت وشوفوا المشاكل ونحلها مع بعض بدل ما نقول ان احنا مش هنقدر. الكامبين بتاع ابن البدري ده شغال على ريزنج اويرنس للبريماتشورتي والهزر بتاعتها، هاو تو ريديوز ات. And بدينا نعمل سبورت للفاميليز اللي عندهم بريماتشور بيبيز. عندنا في الجمعيه دلوقتي جبنا الكتريك بامبس للبريست، اللي عايز يأجرها بيأجرها طول ما عنده بريماتشور بيبي، اول ما يخلص بيرجعها تاني وبياخد الديبوزيت اللي هو حاطه. وبنحاول ان احنا تهل المذرز اوف بريماتشور بيبيز على اساس انهم فعلا الاكسبنسز بتاعتهم بتبقى عاليه جدا. Thank you very much. I hope انك Thanks, Professor Adler, for this elegant presentation. And the next speaker will be Dr. Dalia Sami, National Nutrition Institute. And, how to manage coagulant techniques and the specific management strategies. واستاذتنا طبعا الدكتوره جيهان اللي سمحت لنا ان احنا نيجي المؤتمر الجميل ده،
وطبعا الدكتور وائل بحبح اللي عزمنا كلنا على الورك شوب اللطيف ده. وهي خارجة في الشارع وهي بتتفسح
جاست بتحط النيرسينج باد بتاعتها وتقدر ترضع البيبي. مساجنج للبيبي بديفرنت ويز وديفرنت تكنيكس ممكن تخلي البيبي يبقى ما يحصلوش نيرسينج سترايك، ممكن يخلي البيبي يقرب من امه اكتر ويعمل بوندينج بيتر ذان بيفور. لو اضطريت ان انا ادي باطل علشان المور ريفيوزر اوف ذا بيبي، في الحالة دي ببتدي السيشن بتاعتي ببطل وبعد كده بكمل بالبريست فيدنج. طيب حاجة مهمة جدا لازم اعملها في الريفيوزر اوف ذا بريست فيدنج، ان انا لازم اعمل سكين تو سكين. What is skin to skin؟ Skin to skin ده ان انا بحط البيبي على السكين بتاع امه اول ما بيتولد، وبستفيد من الفيرست اور افتر ديليفري زي ما الاستاذة الدكتورة عبلة قالت، وده هيعمل حاجات كتير جدا. ايه اللي هيقدر يعمله؟ ده هيعمل سيرج للهرمون ماتيرنال هرمونز بتاعت الام، هتبجن المذر تسمال تستروك تانجيج وذ هير بيبي، وفي نفس الوقت البيبي هيبتدي يفولو الانستنكت بتاعته، هيبتدي يعرف ان ده البريمتيف يونيك بروسس ذات هي هاز تو كونتينيو. نورمالي هيبتدي يعملها، وبنشوفها الوقت كمان لما بنعمل بيبي كرولينج جوه اوضه العمليات، لما البيبي بيبتدي يروح على امه كرولينج سكين تو سكين. If this process is not interrupted البيبي بيبتدي ياخد الفيرست بريست فيدنج بتاعه if not interrupted. بس لو حصل اي interruption in this process، خدنا البيبي علشان نحميه وخدنا البيبي عشان نديله، اصل هو لازم يتحط 24 ساعة تحت الملاحظة زي ما كتير من المستشفيات اللي احنا نعرفها بتعمل كده، سواء حكومية او جامعية او مستشفيات خاصة. في الحالة دي البيبي انا ببوظ البريمتيف ميكانيزم اللي هو لازم يعمله، اليونيك بروسيس اللي هو بالفطرة كده هو بيعملها. ففي الحالة دي البيبي هيحصل له نون فاميلاريزيشن مع امه. لما يحصل النون فاميلاريزيشن يبتدي يتحط البيبي فور ذا نيكست تايم اون ذا بريست، فيبتدي يقول لا ده الاكسبيرينس بتاعتي كانت مش وحشه، كانت وحشه قبل كده، فبالتالي يبتدي البريست فيدنج بتاعه يقل. What are the functions of the skin to skin؟ skin to skin دي حاجة مهمة جدا 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 عشان نصلح بيها كل الريليشن اللي بين الأم والبيبي. أنا بصلح بيها الدايات ده، الدايات ده اللي هو الأم مع البيبي بتاعها one unit. دي it's gonna facilitate with initiate in first breastfeeding، the first suck اللي بيحصل للبيبي، هتحسن البوند اللي ما بين البيبي وأمه، هتخلي الأم تحس بالبيبي بتاعها أكتر، فتبتدي زي ما قلنا الهرمونز بتاعتها تزيد، يبتدي البرولاكتين والأكسيتوسين بتوعها يشتغلوا، فتبتدي تقدر ترضع البيبي أحسن. ده هيعمل أكتيفيشن للديفرنت سنسوري سيستم بتاعت البيبي، وهيقلل الماتيرنال ديبريشن اللي ممكن يحصل للأم نتيجة السيبريشن عن البيبي بتاعها لأي سبب من الأسباب. وهي control pain في المذر وفي البيبي، وهيعمل release للهرمون زي ما احنا قلنا، وهيعمل a mothering أو dyad between الأم والبيبي. زي ما ذكرت الدكتورة عبير من شوية فايدة اللاتشين، ازاي اللاتشين بيتعمل؟ أنا عشان أصلح مشكلة في nursing strike أو refusal of the baby to breastfeed، ببص الأول إيه المشاكل، ما جريش على الدواء زي ما قلنا. اول حاجه بشوف اللاتشنج بتاع البيبي ده شكله ايه، البوزيشننج بتاعه شكله ايه، قد تكون المشكله كلها في الحته دي. فانا اي هاف تو ميك ذس فور كرايتيريا لازم احققهم بالظبط، زي ما احنا شايفين وبنعلمها للناس كلها ان هو لازم البيبي يبقى فاتح بقه اكبر فتحه ممكنه بحيث يقدر يجراس ذا موست part of the area مع بالنبل، واللور ليب شود بي كيرلد اوتورد، الشن بتاعت البيبي تبقى لازقه في البريست من تحت، وموست اوف ذا area از نوت فيزبل. لو البيبي ده بريفيرينج وان بريست اند هي كانوت تيك ذا اذر لاي سبب من الاسباب، الام بترضع على ناحيه واحده، البيبي بيبريفير ناحيه واحده، فين مثلا هو ما بياخدش الناحيه الشمال خالص، لا انا بعلم الام مثلا ان هي تعمل بوزيشنينج تاني للبيبي، تعلمه بوزيشن، هي بتحطه مثلا في الكرادل او في الكروس كرادل زي ما الدكتوره عبير ذكرتهم،
لا انا ممكن اعلمه بوزيشن تاني، ممكن اعمل له السيتنج اب بوزيشن، ممكن اعمل له الفوتبول بوزيشن اللي هو ده تمام، او الستاندنج بوزيشن اللي هو ده اللي هو الابرايت بوزيشن. ابتدي اغير البوزيشن اللي البيبي بياخده عشان ابتدي استعمل تو بريث اوف بي مام. في عندنا حاجه ثانيه اسمها الاليفيتد سايد لاين بوزيشن. What is the elevated side-like position؟ طب افرض البيبي ده بعد كل اللي انا بعمله still رافض ان هو يبرست فيد من امه، and he's gonna take a bottle feeding او he's gonna take the milk, the mother's milk in a bottle. هعمل ايه ساعتها؟ ما ينفعش ان انا اعمله البوزيشننج العادي والبيبرونات العاديه علشان انا ايمي ان انا ارجع البيبي ده للام بتاعه تاني. فهعمل له ايه؟ هعمل له الاليفيتد بوزيشن اللي احنا شايفينه هنا ده، ببتدي ارفع البيبي شويه وبستعمل الببرونه لاين داون كده بحيث ان انا اخلي البيبي بيبقى عنده بوزز وريست بيريودكلي زي ما يكون على البريست بتاع امه بالظبط. بقلعه البيبي ان هو ياخد بيرست على الباطن زيه زي ما يكون بياخد البريست ميلك بتاع مامته، وياخد بوزز ان بتوين عشان يقدر يكاتش اب بريست زي ما بيحصل لحد ما يحصل اللت داون اوف ذا ميلك. هنعمل سلوينج داون للميلك فلو علشان يبقى ميميكينج النورمال، يعني بلاش البيبرونات اللي احنا بنفتح حرفها من فوق او بيوسعوها علشان ندلق اللبن كله مره واحده ويخلصوا. وكونسيدر بورشن سوادل، يعني البيبي ده لازم يبقى ملفوف شويه كده ونقرب من مامته علشان يقدر يفيل ذات شي از ذير. وزي ما قلنا قبل كده هنستارت وذ باطل اند ذن كونتينيو وذ بريست فيد. حاجه مهمه جدا جدا بتخلي الامهات تشفت للبريست فيدنج، اسفه تشفت للباطل فيدنج وتخلي البيبي ريفيوز البريست ميلك ان نيبل كونفيوجن. والنيبل كونفيوجن ده بيحصل من اي تيب بيخش بق البيبي. ايفن لما التست بتاعت البيبي فريندلي هوسبيتال الجديده اتغيرت وقالت ان احنا ممكن انتروديوس تيبس للاطفال وباتيفايرز، بس ات كود بي انديفيدوال وبتتاخر از ماتش از وي كان عشان افويد النيبل كونفيوجن. البيبي بيبتدي يفكر الميكانيزم مختلف تماما ما بين البريست فيدنج والارتفيشال فيدنج او الباطل فيدنج. Then what can I do? What can I give? What can I suck? فبنأسهل له بكتير قوي ان هو ياخد البطل. من احد الاسباب اللي ذكرتها الدكتورة عبير في محاضرتها المذر سنترد كوزز، دي اسباب كتير جدا جدا للمذر ممكن وفي البيبي بتخلي فاينلي ان الام دي عندها سور نيبل او بين في النيبل. Then how can we treat this؟ لازم الاول نبيلد المذرز كونفيدنس. المذر كونفيدنس في البريست فيدنج دي حاجه مهمه جدا جدا، لان هي اتس نوت بيلت الكونفيدنس بتاعها مش كويس، يبقى مهما عملت لها عمرها ما هتصدق ان هي شي كان بريست فيد هير بيبي. لازم امبروف البوزيشننج واللاتشنج بتاع البيبي، لازم اقلل الانجوجمنت، اعمل اكسبريشن للبريست ميلك، اتريت اني كونديشن زي الكانديدا، استعمل بريست شيلد ان بتوين الفيت علشان امنع الكونتاكت ما بين السور نيبل او السور سكين مع الكلوزز بتاعت الام عشان احسن اعمل امبروفمنت احسن، واكسبوز البريست بعد مساجنج للبريست بالميلك بتاع الام. التانك تاي بحله طبعا ازاي؟ حضراتكم كلكم عارفين واحسن مني بالكليبنج اوف ذا فريلر. هاو تو بروتكت المذرز ميلك فلو؟ ازاي اقدر احسن الفلو بتاع الام وازاي اقدر امنتين الفلو بطريقه كويسه؟ بعمل بامبينج او هاند اكسبريشن سكين تو سكين احنا اتكلمنا عليها، الجالاكتوكوكس والميديكيشن. البامبينج طبعا يعني هنذكره سريعا، ذكرته الدكتوره عبله. There are different types طبعا المانوال والباتري والالكتريكال بامبس، وفي منهم انواع كتير، دي بس على سبيل المثال اشكالهم.
والهاند اكسبريشن طبعا كلنا عارفينه، احنا بنعمل مساجنج للبريست بتاع الام بعد الهوت فومتس وبعد ومساج كل الاكتفروس داكت بتاعت الام، وبعد كده بنبريس التيشو اجينست ذا ريبس فور ذا فلو اوف ذا ميلك. الام اللي هتعمل ميلك اكسبريشن بروبرلي بعد ما تكون عامله سكين تو سكين الفلو بتاعها بيكون احسن والانتي بوديز بتبقى ابديتد في الميلك بتاعها. بعد كده الميلك ده بيتاخد عن طريق النيرسينج سبلمنتر زي ما احنا شايفين الجهاز ده اللي بيتركب للام، واحنا بنعمله حتى في العيادات والقصد بطريقه سهله جدا غير الموجود في الشركات او بالكاب فيدنج واتيفر كان نوع الكاب اللي البيبي بياخدها، which is much more important للبيبي ان هو ما ياخدش الكلام ده بالبطل ابدا. الجالاكتوجوبس احنا عملنا كل الكلام ده كله ودخلنا بعد كده في الجالاكتوجوبس. امتى بدي جالاكتوجوبس؟ مش اول ما الام تيجي تقول لي اصل الفلو بتاعي قليل او ابني رافض ان هو يكمل رضاعه علشان انا شايفه ان الفلو قليل يبقى جالي اروح اديها الهيربز واديها الادويه والقصص دي. لا، لازم ادوكيت المادر الاول، لازم اعمل لها سبورت، لازم احل لها المشاكل اللي موجوده عندها الاول اذا كانت في اللاكشنج في البوزيشننج وات ايفر كانت، لازم احل كل حاجه وبعد كده ابتدي ادور على الجالاكتوجوبس لان هي بتشتغل على اللو برولاكتين ليفلز، اقدر ساعتها ازود الليفل ومع السكشن يبتدي يحصل جود اكسبريشن اوف ذا ميل. لو هدور على الميديكيشن دي ميتا اناليسيس معموله في رويال كوليدج في 2018 حاجه جديده لسه جدا بتقول ان الدومبريدون ملوش سايد افكت عنيفه على الامهات ولا على البيبيهات، وفي نفس الوقت بيشتغل على مودريت شورت تيرم انكريز ان ذا اكسبريس بريست ميلك فوليوم امونج الانفنت اللي هم البريترم. يعني ذس مينز هو بيزود البريست ميلك على الشورت تيرم. الدوز بتاعته ممكن اشتغل من 10 مللي جرام 3 تايمز ديلي اب تو 40 مللي جرام 4 تايمز ديلي. اخر حاجه ممكن نقولها وات ار ذا جو هوم مسجز. لازم الام تبقى عارفه ان الريفيوزال اوف ذا بريست ده دي مش حاجه خلاص حصلت دلوقتي ان اتس جونا بي فاينلايز وانتهت الرضاعه ومفيش خلاص رضاعه تاني. لا، ات كود بي فور ا شورت وايل وممكن الرضاعه تسترجع تاني وممكن تسترجع فيري كويكلي. تاني حاجه ان ممكن السبب بتاع ريفيوزال ممكن بعد كل اللي انا بعمله ده ما يتعرفش ايه السبب، ممكن ما اوصلش لاي سبب اوف ريفيوزال، بس في بعض الاطفال قليلين جدا اللي ممكن ما يرجعوش تاني للبريست فيدنج مهما حاولت. وان موست اوف ذا كيسز اول كيسز لازم اقول للامهات ان ابنك مش رافضك كبيرسون، لا هو رافض الحته دي بس انه مش رافضك كبيرسون، ولازم ادور على اذر بوندنج ما بين البيبي وامه rather than the breast feeding عشان ما يبقوش completely separated عن بعض. And thank you. شكرا للدكتوره داليا على المحاضره الجميله الشيقه اللي متعتنا بيها، ولو في اسئله ولا حاجه ممكن نخليها في نهايه السيشن. سيدي نقدم الدكتوره اسماء صادق لكت كلينكس، والمحاضره تكون بعنوان براكتيكال مانجمنت اوف اكتيفيشن ديفكالت كيسز. اتفضل يا دكتوره. اوكي، السلام عليكم. انا اسماء صادق، نيوناتولوجيست اصلا ولاكتيشن كونسلتنت. فاللاكتيشن ميديسن هو كان الايفولوشن الطبيعي بالنسبه لي للاكتيشن ميديسن. فالمحاضرات النهارده مش تارجتنج اللاكتيشن ميديسن دكتور، احنا تارجتنج البيدياتريشن.
هنحاول نتأكد وأوعدكم إن شاء الله إن إحنا نفوق شوية عشان أنتوا أبطال بصراحة اللي صبر كل ده أكيد هاتكوا بلاستينيا هاتكوا ثيرمي وهاتكوا كل حاجة فإحنا very good candidate للسيشن اللي بعده which is the PQ فإحنا أنا أقولكم بصراحة فلو نمت وأنا بتكلم كايندلي يعني حاولوا تفوقوني معايا أوكي دكتورة جيهان لما جت قالت لي عايزين نعمل حاجة في الآخر practical أنا مبقتش عارفة نشرح إيه ولا إيه في adaptation medicine فقلت احنا هنختار الحاجات اللي بتهم في جسمها مش هنتكلم على البرست كونديشنز مش هتكلم لو حصل برست ابسس او برست ايديما او ريفيوزل للبيجيتريشن دلوقتي احنا هنتكلم اكشلي على الحالات اللي بنشوفها دايما في العياده وتهم البيجيتريشن علشان ميبقاش في كونفليكت في حاجات احنا بنقولها والام تقولي طب انت قلتي كذا ودكتور الاطفال لان ممكن ابقى مش دكتور في الاطفال انا بس لاكتيشن ميديسن دكتور بالنسبه لها هي متابعه مع حد وهم حاولولي بس علشان عندي مشكلة في البرست فيدينج وهرجعهولك تاني فتقولي طب انتي تقولي كلام غير اللي دكتور البيدياتريكس قال فدي بوينت بتاعتنا النهارده ليه في شوية مس اندرستاندينج او كونسبتس مختلفة او ترمينولوجي مختلفة انا عملت ايه؟ انا رحت العيادة ده لاكسي ايد كلينك بتاعتنا ده التيم بتاعنا كلهم دكاترة عظيمات لانهم في كلهم في ميل كل واحدة فيهم بتقعد مع كل ام ساعة وساعتين السيشن بتاخد 2 اورز ممكن عشان نعرف ايه المشكلة ونحلها فاللي عملته ان انا رحت للدكاتره دول وسالتهم ايه اكتر حاجه جات لكم النهارده خبطت على اوضه اوضه كده في السنتر وقلت اول واحد هنشرح خمسه كيسز من الفيري كومنلي فيس سيتويشنز في العياده خمسه كيسز خمسه كلينكس في اللاكتيه اول حد سالته كانت الدكتوره ايه شبانه قلت لها دكتوره ايه انت شفتي ايه النهارده كتير قالت لي شفت اكتر كومبلين جات لي لو ميلك سبلاي بيبي اولويز هونجري اند بور ويت جين العياده اللي بعدها دكتوره هند فايز اكتر حاجه شفتيها النهارده ايه كومبلين الام جايه بيه لو ميلك سبلاي بيبي فيري هونجري بور ويت جين اللي بعده اكتر كومبلين يهم البيديتريشن لان احنا بيجي لنا الابسس والبستايتس والفنجل اكتر كومبلين يهم البيديتريشن نفس الاجابه ذا موست كومن لو ميلك سبلاي هونجري دكتوره ايناس ودكتوره نهى يوسف اما دكتوره نوران بقى قالت لي لا لو ميلك سبلاي الام بتشتكي انها لو ميلك سبلاي والبيبيز اولويز هنجري اند فوستي ات ذا بريست بس ده وزنه الاقيه اوفر ويت والام مش مصدقه بس الكومبلين اللي هي جايه بيها لو ميلك سبلاي وبيبي ما بيشبعش مع انه اوفر ويت طب كل الامهات دي كانت بريسكرايبد بره قبل ما يبقى ريفيرد لينا او هم يجوا لنا في لاكتيشن ميديسن فورمولا في منهم ادى فورمولا فعلا وفي منهم ريزيستنج ونجح يعني الولد وزنه كويس وفي ريزيستنج وقال لنا جلد على العظم يعني الام بتعمل على الولد لا منها اديت له فورمولا ولا هي صلحت البرست فيدنج فده مش صح احنا برده مش عايزين احنا مش بنعمل احنا عايزين مصلحه الاولاد طيب خمس كيسز كلهم ذا سيم كومبلين نفتكر ان هم كلهم نفس المانجمنت او نفس الكوزز ده اللي هنشوفه اوكي احنا هنتعامل ازاي مع سيتويشن اوف هانجري بيبي او وزن مش بيزيد الام قبل ما تجيلنا عشان حد في مصر يروح لاكتيشن ميديسن شويه غريبه هي طبعا من 6 سنين كانت حاجه هروخ والعقاء قلنا حاجه فيري رير بس دلوقتي الامهات ابتدت هي قبل ما تجيلي اكيد انا مش الفيرست ستيب قبل ما تجيلي عملت ايه؟ سالت جارتها وصاحبتها ومامتها ودكتور الاطفال ودكتور النساء اعمل ايه؟ نصحوها بايه؟ الحلبه والحلبه الطحينيه والاعشاب والخيار والجرجير وممكن يكونوا ادوها هيربال سيربال ميديكيشنز بنوعيها الشهرين وممكن صحابها يكونوا ادوها دونتريدون ميتوتوبراميد يعني كمان بيدوا ادويه عشان قريتها على الانترنت. طب جابت نتيجه؟ لو كانت جابت ما جاتش جات لي. طيب يبقى ده الفيرست ستيب اللي اي ام في الدنيا بتعمله. هنتبنى وجهه نظر ام اطباء الام الامهات المصريه مين؟ كريمه مختار بالظبط اللي بتقول لنا ايه؟ البيبي ينزل من هنا حط مكانه فرخه من هنا اوكي؟ يعني كل الام تيجي تقول لي انا زدت 10 كيلو ولا جرام ولا هوا ما زادش ولا جرام. يعني هما اوريدي they've been through the basic steps. رحت للدكتور الاطفال قال لي انا طاحي كتير، قلت له يا دكتوره ما بينزلش من على البرس 24 ساعه، اعمل ايه اكتر من كده؟ يعني انا كنت وقعد 24 ساعه برس فيدنج وفي الاخر هو ولها كل ده بيحصل من غير ما تروح للاكتشن ميديسن عشان بس ما حدش يقول لنا انتوا بتكتبوا حلبه وحلاوه في العياده، ما هما اوريدي اخذوا الكلام ده قبل ما يكونوا. طب انا بقى دوري ايه؟ in spite of كل المحاولات دي وكل الانتنشنز الكويسه برضو الاطفال احنا عندنا البريست فيدنج ريتس زي ما الدكتوره جهان قالت ديكريسنج يعني احنا عندنا الريتس في المينا اريا ميدل ايست ونورث افريكا دبليو اتش او ويونيسف كاتاستروفيك على مستوى المنطقه احنا المنطقه الوحيده اللي ديكلايننج بريست فيدنج ريتس which is يعني اشيم طب في مصر
شيء نص كمان، لان احنا وحشين وبنسوق. يعني لما انا اقول ان انا سنة ال DHS الستاتستيك اللي فاتت كان 29% بس الريت اوف بريست فيدنج اكسكلوسيف تلت، يعني تلتين مش بياخدوا البنفيتس كل الفوايد اللي الدكتوره جينا قالت عليها. طب وال DHS اللي بعدها 13، يعني تلت كارثه 13 ثلاث كوارث. ده معناه ان الحلبه والحلاوه وكلي فاكهه وكلي شوربه مش افكتيف. طب واتس ذا سولوشن بقى؟ ده الالجوريزم اللي مكتوب في الكتب، ان احنا لو عندنا inadequate weight gain بنمشي شويه اسهم وانتراكتف كده انتر ريليشن ما بين فاكتورز كتيره، بس ده صعب شويه. يعني الكتب لما افتح كتاب اقول ايه ده، لا يرفع صناعي اسهل، ده لو وجع دماغ. احنا هنحاول نسمبليفاي احنا اكشلي بنعمل ايه. فلاكس ايد التيم تاكتيكال بيقعد مع الام ساعتين يعمل ايه؟ يعني احنا ممكن نشوف ثلاث اربع امهات بس يوم محروق على ثلاث اطفال. Is it worth it? Yes, it's worth it. الطفل ده هيتحط على الطريق هيقلل لي الفيزيتس بتاعه كده. طيب احنا هنقسمها ماتيرنال فاكتور، المشكله عند الام، سواء هي مش بتعرف تعمل ميلك فوليوم، مفيش ميلك فوليوم اكشلي الميلك فلو قليل، او انفنت البيبي هو اللي مش عايز. واحنا النهارده we've been through much of the aversion syndrome، يعني الاطفال هو اللي مش عايز. شفنا اسباب كتيره قوي. فيس الطفل الصغير ده ليه راي ولازم احترمه ولازم اعمل له كل اللي احنا سمعناه من الصبح. او انه مش عارف يرضع، عضلاته مش فاكره مش قادر. وبعدين عندي فاكتور اسمه ميلك ترانسفير، الام عندها لبن دافئ والطفل نفسه جدا وعضلاته كويسه جدا، بس انا عندي ديفكت من ترانسفيرنج الميلك فروم انسايد ذا بريست تو انسايد ذا ستومك، اللي هي بنقولها مجازا ميلك ترانسفير بروبلم، اللي هي اللاتش. طيب في حاجه ثانيه، انفايرمنت، الدكاتره، احنا الجده والخاله والعامه كوميونتي. انت اصلا مش تعرفي، اذا كنت انا ما عرفتش انت هتعرفي جدا كده للاسف. ما انت كل قرايبك ما عرفوش. ايوه ما هي كل قرايبك ما عرفوش ان في ديزيز معين احنا ما شخصناهوش، بس سيبنا الفانكشن يبوظ. هو البريست فيدنج فانكشن زي اي فانكشن في الجسم. اشمعنى ده لما بيتعب بنقول صباعي مقطوع اعمل ايه؟ اقطعه، مع اني ممكن اعالجه. فهي عندها نفس مشكله اخواتها، اه بس مين قال ان اخواتها مش تريتبل؟ اوكي طيب ده الانفايرمنت. المذر بنقول ان هي فاكتوري، مصنع، عشان يبقى يوم انتاج قليل انا عندي الفاكتوري ده في مكان، في باور سبلاي، في موارد خام. نفس الفكره الام عندها الفانكشنال يونتس الاساينين والدكت موجودين ولا هايبوبليزيا، عندها الباور اللي هو الثايرويد مثلا او عندها انيميا، الباور سبلاي للام قليل ودي ديزيز ليها تريتمنت، او عندها المواد الخام قليله اللي هي ماشي الاكل والشرب which is the least effective. هي اوريدي لما جات لي كانت بتاخد حلوه وحلاوه وفراخ، فهي ذا ليست افكتيف از ان الام تاكل بروبرلي، مش في مجاعه. طيب بعد المصنع نفسه عندي مدير المصنع المايند، الام اللي عندها بوست بارتم ديبرشن سايكوزس اللي هي مش قادره، مش هم قالوا لها انت مش هتعرفي زي الاول. المدير مش موجود، مدير المصنع غايب، تزوج، ديستورب، متوتر، مش عارف يحط لي بلان. يبقى انا عندي فاكتورز لازم اعرفها عشان اعرف اتريت، مش فكره حلوه وحلاوه بس. البيبي بقى عندي مايند اوف ذا بيبي اللي هي فكره الافيرجن اللي احنا بنقول فيها الصبح، هو رفض، مش هنخوض في النقطه دي، رفض لاسباب كتيره، بس هو ليه شخصيه وليه كاركتر وليه بيهيفير لازم احترمه. او عضلاته مش قويه انف، البيبي اللي قاعد في الحضانه اسبوع على رايت تيوب بياخد بيبرونه، ده خلاص الفانكشن بتاع المصل ضعفت. بمعنى واحد قاعد بيطلع من الاسانسير كل يوم كل يوم 10 ادوار، لما يجي يطلع على السلم ما يعرفش، مع انه انيشال كان كويس تمام، ده الديسيوس بتاع المصل. او لا هو مخه كويس والمصل كويسه بس الباور سبلاي قليل، سبتك شوك، هارت فيلر، حاجه اكيوت خلتني ما عنديش اي تي بي، ما عنديش باور شغل العضلات. فلو انا بصيت على كل دول از وان يونت مش هعرف اساعده. اوكي ذن كومز ذا ميلك ترانسفير والكوميونتي اللي هو الدكاتره والاهل. اوكي عندنا حاجات بقى المشكله فيها مش ان الميلك سبلاي قليل، المشكله في لصص انا بحوش الحصاله فيها خرم تمام، فكل ما البيبي ياخد في فوميتنج في جير، فالام تيجي تقول لي ما بيشبعش، مش عشان هو في مشكله ولا هي فيها مشكله، عشان في خرم في الحصاله، نسد الخرم الحصاله بتتملي. بس هتيجي تشتكي من ايه؟ لو ميلك سبلاي، لو انا ما تعبستش في قد ايه بيحصل فوميتنج وقد كام بيبرونه مثلا كام مره في اليوم، هفضل امشي معاها فين؟ كل حلوه وحلوه. اوكي؟ طيب ده الخرم اللي قلنا عليه. تاني حاجه عندي انكريس ديماند. بيبي في الحضانه ده الجروس تشارت بتاعه، اول ما اتولد قعد فتره بلاتو او نزل، خرج من الحضانه ريلاتيفلي اقل من الاول، يو هاف تو كاتش اب،
بري سكتش الكيرف ده بتاع حاجات بنشوفها فعلا دي سكتشنج اب فيري نايس تمام. بس الام دايما شايفاها مش ساتسفايد وجعانه. ليه؟ احنا لو بصينا على الجروث ريت الفيروسيتي بتاعته اللي هي تريبل، يعني هي مكفيه ونص، بس هي بيرسيفنج ان هو بيعيط على طول وجعان والبس على طول فاضي ان ذا لوجيك سبلاي. فبدا ما نقول لها برافو دي كويسه وشغاله ومشهور ودخل فورمولا، هي ما عندوش مكان يحط فيه فورمولا، هو اوريدي داخل كل اللي محتاجه. فالام دي بيرسيفنج الموضوع از لوجيك سبلاي، لكن هو اكشلي بالعكس. انت هتربي ممكن تربي توينز وتشوبلتس بالفورمولا. طيب او حاجه اسمها فكتيشس، هو بيرضع كتير، وده بقى حاله الدكتوره نوران. بتقولي الام جايه تشتكي من الام سبلاي، الام بتشتكي ان الولد هنري على طول، اوزانه الاقيه اوفر ويت، ودكتور الاطفال قال لي سيباريت او نظامي رضاعه او دخلي تكينه او دخلي اعشاب. احنا الولد تقيل، مفيش حاجه في البريست فيلينج اسمها اوفر فيلينج. في الفورمولا ممكن انا بظبط وبديله برونه، انا اللي حدد برونه واسعه وبياخد كله، لكن في البريست فيلينج ما عنديش حاجه اسمها اوفر فيلينج. ليه؟ هو بياخد لغايه ما يبقى ساتسفايد ويقف. طب ليه ما وقفش؟ ليه هيز اوفر فيلينج؟ ليه طالب طاق 2 و3؟ علشان هو عنده بيستخدم الفيلينج از سودينج تكنيك، عشان عنده بين مثلا من اسيد ريفلكس او سايلنت ريفلكس. تمام؟ سايلنت ريفلكس في الحاله دي الام بتديها فورمولا ليه؟ بتاخد فورمولا فعلا هي بيرسيفنج الموضوع ان هي جعانه، بس دي مش حلها فورمولا، بالعكس ان هو هيتورسن الموضوع. حل هنا ده مش ان انا ادخل اصلا ان انا اعمل ريلاكتيشن وازود الملك، حل ان انا احسن الريفلكس. يبقى كل دول هيجوا لنا بنفس الكومبلين بنفس السيمتوم. طب انا هفكر ازاي عشان اعرف ويتش وابدا اعمل تريتمنت. زي اي حاجه ميديكال، لاكتيشن ميديسن از ميديسن. احنا مش برضه مش بنقعد نقرا القران على العيانين وندعيها. وي مايت، بس احنا في ستريت اكزامينيشن انفستيجيشن اند مانجمنت. تمام؟ ايه الهيستوري اللي انا ممكن اسال عليه عشان يكمل لي البازل فاعرف انهي دايجنوزس وابتدي ادي تريتمنت الصح. انتي نيتل بسال لو هي عندها اصلا حاجات تخلي المصنع تكروبوزس مش شغال. بي سي او بوليسيستيك اوفري ان تريتد دايابيتس، وده بيعمل لي حاجات ترانزيت او يومين ثلاثه بس وبعد كده بيبقى تسكت. فلو انا مش عارفه ده هقول ان هي عندها ويت سبلاي، لا دي حاجه اسمها ديليت اونست اوف لاكتيشن، وبعدين الدنيا بتفك. مش هعمل لها شورنس انا الخسرانه، هضيع حاجه مهمه وتش از ديفيرس فيلينج. يبقى انا بسالها اصلا الحمد لله دي الواحد ولا الانفكشن، ولا انت اصلا كان عندك هرمون ديستربنس. طب هل حصل بيرس تشينجز وقت الحمل؟ ده معناه ان الهرمون كويسه كلر تشينجز. طيب حضرتي انتينيتال تشارتس، ودي حاجه المفروض انها تبقى روتين، انا مش بتكلم في اوروبا ودول متقدمه، في الدول العربيه والافريقيه. روتين الحامل سبيشال هتعمل سكشن زي عندنا للاسف، تاخد انتينيتال تشارتس تفهم هتشيل البيبي ازاي بعد ما يكون عامله قيصريه، هتشيله ازاي الموضوع، ايه مشاكل القيصريه، فنعرف نفكر الطبيعي ماشي في سكته. احنا اضطرينا نحطها ديفيشن شويه على السكه، يبقى لازم نراجعها. تمام؟ اوكي الانتي نيتال تشارتس المفروض انها حاجه مانداتري وابتدت تبقى مفروض. الكوارتر لو كان في اي كومبليكيشن في الولاده، وبعدين اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده سكين تو سكين، البروبر سكين تو سكين كونتاكت في وقت الولاده اللي هي فتره طويله مش او سوبر بروبر سكين تو سكين وايرلي انيشيشن، ويبدا يرتع في وقت الولاده وتبقى معقده. والكلام ده ليه باك جراوند ساينتفك، بس الكلام ده انا هبسال عليه في مصر كاني بسال على ايه؟ عمقاء. ايه سكين تو سكين وايه انيشيشن؟ كلمه بعيد قوي، بس هو ده المفروض روتين. طب اللي بعده بقى ثالث المستحيلات، وشز ثالث المستحيلات رفع عمقاء بعيد. يس الرومن ان كان قاعد معاكي في الاوضه ولا قاعد في بعيد؟ فالممرضه لما لقيته بيعيط عنها 20 سنه سكته ازاي؟ يا تكينه يا بكرونه يا اعشاب، يا اسمها هي كتمته او لا كتمته، فمات. هي ما عندهاش ولا سكين بتاع الام ولا الحضن ولا الكوليسترول بتاع الايه؟ هي مش شريره بس ما عندهاش كده. فهسال على الام من ايه؟ ولو خد حاجه قبل الرضاعه قبل ما يرضع منها في لاكتيز وخدها بايه؟ بكرونه تكينه. اوكي انت بقيت الحاجات، جالك نيبل بين عالجتيه ازاي؟ حطيت كريمات. جالك نيبل بين عالجتيه ازاي؟ حطيت الكارثه المؤذيه المدمره للبرست فيدنج اللي في الشيب المرموطه دلوقتي. هو سلاح مش ذو حدين، هو حد قارن فيه و20 حد مدرب، احنا بنعمله ابيوز لنفسه. ولازم يكون ليه كونسنت ان احنا لما يبقى ليه الام ايه اضراره، احنا بنستخدمه ابيوز. انجورجمنت عملتيه في ايه؟ جوندس. النيبل شيلد، النيبل شيلد اللي هي البلاستيك بتتحط على النيبل عشان الام ما تحسش بالوجع، بس هي مش حاسه بالوجع لكن البروبلم موجود.
زي ما يكون واحد عنده حريقه فبدل ما يطفي الحريقه سكت الاناره بتاع الحريقه الحريقه شغاله. دي مشكله النيكو شيت والكريمات اللوكل لان بعد شويه الام بتفقد الاحساس بالفيه. هسالها بقى لو خدت سبلمنت كده بس دي كلها بوينت اللي بتكمل لي البازل عشان اعرف الدايجنوز. لو هو البيهيفير بتاعه ده مهم بيجي نام فاصل سليبي اول ما بحطه بيعمل ايه؟ لان الاطفال كاركترز لازم احترم الشخصيه بتاعته عشان اعرف اعلمه. لو انا بتكلم ان هو حته لحمه حمراء انا خسران انا اللي مش هعرف اعلمه. بعدين طب هو في حاجه ثانيه بتحصل شوكينج ارشنج في حاجه تقول ان في فلوكس في حاجه تقول ان في كوردينيشن في اذر سيمتومز. اوكي وبعدين اكزامينيشن عملنا هيستوري خدنا شويه ايديا جمعنا شويه من البازل اكزامينيشن للام وللبيبي. والحاجه الثالثه الام بشوف جنرال اكزامينيشن سايكولوجيكال ستيت ادنبرج عندنا حاجات بنعمل بيها اسسمنت للبوست بارتم ديبرشن وده بنعمله في عدد اللاكتيشن. احنا مش بس بنبص على الايه احنا بنبص على الغياب الاثنين مع بعض نيوتريشن بتاعها لو هي عندها سيمتومز هايبوثايرويديزم انيميا ما هي تهمني المصنع مدير المصنع والمصنع بادواته مكنه بالباور سبلاي بتاعه. Then comes local. احنا شفنا ده برضه صور مع دكتور عبير. بس دي ما انجوجمنت مستاتس النبل شكلها ايه؟ كل ده يهمني لو هو اصلا هايبو ما حصلش ايفولوشن البريست اساسا كل ده بنشوفه في الاكزامينشن عشان اقدر اوصل للتريتمنت تدايجنوزس وتريتمنت. انفنت ببص على الفيزيكال جنرال عندنا اولاد كتيره بتيجي بتقول لي ايه الام؟ ما بيرضعش. نحط السماعه ليه كونجنتال هارت هو فيلير. سبتسيميا المشكله مش لاكتيشن خالص هو عنده حاجه يخرج من عندي على ايه وعلى عمليات. هي مش في بالها. هو الولد جنرالي تعبان مش هي الرضاعه ده سيمتوم. اوكي؟ يبقى جنرال اكزامينشن مهم. لوكال ببص على الاورال كافيتي عندنا حاجات تبقى للاسف اندر استيميتد. تانك تاي معروف بس التانك تاي فور جريدز. الفورس جريد اللي هي بوستيريور تانك تاي ناس كتير حتى لاكتيشن ميديسن بتبقى صعبه في الدايجنوز. في عندي بوستيريور تانك تاي، عندي ليك تاي، الشفه، عندي ماكدالري تاي. كل دي حاجات ممكن تخلي الطفل ما بيرضعش والمشكله مش في امه ولا في امه سبلاي. بس ايفنشلي سكندري يحصل له ميلك سبلاي. وبعدين عندي فكره ان انا لما اشوفه السايكولوجيكال ستيتمنت حاجه اسمها ان باس نيونيتال بيهيفيرال اسسمنت سكيل. ده ليه كتب وليه كورسات ان انا افهم البيهيفير بتاع البيبي السايكولوجي بتاع البيبي. بيبقوا توين الام شايلهم بنفس الطريقه واحد بيرضع ومبسوط واحد فيرجن ومش راضي. ليه؟ عشان هو بني ادم ولازم احترمه واساس البيهيفير بتاعه. تالت حاجه هاوبزرف ا كومبليت فيد هقول له يتحط يرضع من اول لغايه ما هو يسيب. ساب عشان فصي ولا ساب عشان شبعان؟ بيعرف يمنتين زي الاطفال اللي خارجه من المحضن ولا مصتين ثلاثه؟ مشكلتي في الاطفال اللي خارجه من المحضن ايه؟ حط صباعنا نجيب يسك ولا يجود سكلنج انت كتمور ورجع تمام؟ لا هو بيبدا بس ما بيعرفش يمنتين. زي كده واحد عمره ما لعب رياضه خد اول خمس دقائق في التراك جري جامد بعدين بطولته فضيت. اي هاف تو اساس هول فيدنج عرف وبعدين اوزنه قبل وبعد. ده التوينج اللي هيقول لي هو اخد كام كام. دي مشكلتنا دايما مع النيوناتولوجيست مع ان انا نيوناتولوجيست اصلا بس النيوناتولوجيست اللي بيحولوا لي يقول لي هو كويس بيرضع هو ما فيش لبن. لا اللبن كويس بيكتب بس هو مش عارف يعمل ميلك ترانسفير اسكورت هو اللبن مش عارف يقرره من البرس يحطه في الستومك. فالفانكشن مهمه مش بس الاناتومي. اوكي انفستيجيشنز اوقات بنحتاج ثيرويد فانكشن الام اسيسنج النيوتريشن بريست الترا ساوند او احيانا بيلفي ابدومينال الترا ساوند بس مش في الفيرست فيزيت في الغالب. طيب تعالوا بقى نقول دايجنوزس كده احنا نقدر نقول هو فعلا لو ميلك سبلاي المشكله في المدير ولا في المصنع اللاش المشكله فيرجن هو اللي بيرفض ولا عضلاته ولا الباور سبلاي ولا المشكله في الدكاتره والكوميونتي والمجتمع ولا اليوم. اول حاجه واكثر حاجه ظلمت المانجمنت اللاش ان يكون في مشكله ان هو ماسك غلط كل حاجه كويسه بس الباب مقفول. عندي مدير المصنع بيصنع كويس قوي مدير تسويق عايز يتغير لكن المصنع شغال تمام والبيبي كويس بس في حاجه قفلت اللاتش ده البيبي اللي ماسك على النبل وده الاريولا هنا ماسك التب فالدكتس مقفوله ينفع في لبن قد كده مفيش حاجه داخله البيبي الام نبل بين بينجوش سخنه ما بتترعش واحنا بنقول ان هي عندها الام اللي بتطلعي عشان انا ما سالتهاش انت عامله ايه حلها ايه مش كريم ومش شيت ومش فورمولا ولا اعشاب طبعا ان انا اخلي البيبي ده يبقى ماسك على الاريولا فهنا الدكتس مقفوله هنا السكه اتفتحت ندخل في البوزيتيف فيدباك. لكن الام دي لو مالت حلبه وحلاوه وعشابه وموتيليا ودمبريون ودمبريون سنه مش هجيبه دي لان انا
عندي هنا نيجاتيف فيدباك لوب انهبيشن، يبقى الحل يبدا اني اصلح اللاتش. والله الكلام ده بدري، الام جت في اول اسبوع صلحنا المشكله، خلص على طول الموضوع بيتحسن، ثاني يوم جديد دبل وتريبل عشان يعمل كاتش. طب لو جت لي بعد اسبوعين ثلاثه نيجاتيف فيدباك اوريدي بدا، يبدا يبقى عندنا سكندري ديكريس في الميلك، تبدا تشوف على الحمض ازاي. فده earlier the better في الجزء ده بالذات، حاجه سيمبل تاخد في الاول نص ساعه، ممكن تاخد مني بعد كده ساعتين ثلاثه شهور. والحل مش ان انا اقول الام حطي القليله فوق، لا ده الموضوع ممكن ياخد ساعه فعلا. ليه؟ لان انا عندي ام ستريس جايه في دراعش ستريس معيطه مش نايمه، عشان اساعد حد قد كده تعبان ده بياخد وقت ومجهود، وفعلا ممكن ياخد من الدكاتره ساعه عشان بس اخليها تتعلم تتراكتلي تحط العش، مش اني اقول لها حطي القليله ولا تتفرج على فيديو. بتبقى دكتور الاطفال واستشاري رضاعه وزمايلنا وناس شاطره جدا، اول ما تبقى ام تقلب ايه؟ مهندس عمارة، مهندس مدني. ليه؟ انا عارفة النظر صح، مش قادرة، مش قادرة، انا قلبت برعش، مش تايبة، مش فكرة الاتصال صعبة، انا المهم. فمش معنى اني اقول لها ان هي كده خلاص عرفت، لا، لازم اشوفه مرة والتانية والتالتة، عشان انا عندي حاجات بتهندر التطبيق. اعدائنا، المخدرات، اني يعني اقفل الالارم بدل ما اقفل الحقيقة، كريمات والشيز. نرجع للالجوريزم بتاعنا، الام، لو انا عندي مشكله في المدير او في المصنع كراك ديبوز هايبوثايرويديزم عندها سبورتم ديبرشن، عالج السبب اللي خلى الميت سبلاي قليل، ما تركزش على الميت سبلاي بس، وبعدين اعمل ريلاكسيشن بروجرام بكل تفاصيله، ده مش مجالنا بس يبقى فاهمين ان حاجه اسمها ريلاكسيشن مش بس ان ادي دوبامين وميتوكلوبرامايد ولا ادي اعشاب ولا ولا قولي حلو خالص. لينا بروسيدجرز ستيميليشن ومساج وبروبر اكويبمنت، اشتغل باني بامب، علمها تعمل اكسبريشن ازاي، دي كلها سكيل مش بس اني اقراها ولا اشوفها على الانترنت ولا ابقى دكتور الاطفال وعارفاها. في حاجات ما بنحبهاش مش بنحبها. طب نرجع تاني انفنت فاكتور افيرجن، خطي لا بحسن، زعلان وصبي، ضعيف قوي موديه جنبه، عنده باور فيلير، نشوف المشكله ونحلها. يبقى انا عندي مليون سبب للو ميلك سبلاي اللي كان في الاول، و3 مليون علاج. من ضمن الحاجات الاورال فيديوثيرابي بنحوله للدكتور طحاط والدكتوره الكافيه دلوقتي هتدخلنا في مصر النومس نيونيتال اورال موتور اسسمنت سكيل، ازاي اعمل اسسمنت للمصل باور بتاع البيبي واعرف اشوف ده كويس ولا لا، وبعدين ابدا اعمل فيديوثيرابي. فيديوثيرابي ممكن تبقى حاجات بيزك عندنا في العياده، ممكن احوله للدكتور طحاط بتاع صعوبات البلع، بس مش كتير بس موجودين. يبقى انا فهمت المشكله وحلتها. اعدائها التيتينات دول متصدرين في العياده، ودول كلهم قصه نجاح. كل تيتينا من دول كانت بيبي رفض الرضاعه وشلناها، قلنا لمامته صالحي ابنك وتعيلي، سابتها بقى انت ما تفكريش بالايام الوحشه. فكل دول اكتشوال قصص نجاح، وتلاقي اسامي الاطفال مكتوبه ببلاستر بس هو بيصوروا مش عايز يديني كانت مقعه بيني وبين ابني او قلبك، ده هي دي المشكله. نو باطل نو فاير، بنستخدم الرايل فينجر رايل ورايل ادفيرس. النقطه دي انا مش عايزه دكتور اطفال يعملها، بس مشكلتي ان لما بيجي في دكتور اطفال بيحاول الولد بنعمل له حاجه اسمها فينجر رايل فيدنج، يعني اني بحط الرايل على صباعي كده وهو بحط صباعي عشان يعمل سوكيت، وهو بيشفط زي السترو زي الشفاط. فده في اول كان من ضمن المجالسين اللي في اول مره، بس الام ما تروحش تقول للدكتور اطفال ايه؟ ابني بيرضع برايل، هي اسمها رايل. الدكتور الاطفال يقول لها ايه الدكتوره المجنونه دي؟ ولد بيرضع اور بترضعه برايل ليه؟ وتوصف له الوصف يقول لها ده يجيب جاس السكري. لا خالص، هو بيرضع البطن. هو ده من ضمن التولز الفيزيوثيرابي. مشكلتنا بقى في الاندرستاند، اعمله رايل هو مش رايل، وانا مستخدمه الرايل عشان اقلب جهاز اسمه سبلمنتال نيرسكس بس اوفر تاني في عندي 1000 جنيه. تمام، فده من ضمن التولز الفيزيوثيرابي بتاعتي. مشكلتنا في التيرم بيخد دكاتره الاطفال، فلازم دكتور الاطفال يبقى عارف انا ما اقصدش رايل رايل. فكل دي عشان اعالج المصل بروبلم، الافيرجن بروبلم، البرين بروبلم، احنا فضل لها بحث النهارده. نفتكر الحاجات اللي مالهاش علاقه بالبرست فيدنج، لو انا بحوش حصان مخرومه، او لو الولد عنده اوفر فيدنج هو اللي بيعمله مش انا اللي بديه، عشان هو عنده سايلنت ريفلكس اسيدك ريفلكس، هو مستخدم لي البرست فيدنج از بين كيلر، موتي البين وهو مش هيبطل. وتلاقي الام اول ما تاخد البروتون بامب انهبيتر ولا الاكشن بلوكر وات ايفر اللي هيجيب معاها نتيجه، تقولي بيبي بينام بالست ساعات ليه؟ بيعوض. هو اوريدي عنده مخزون كافي من الشبع، مش محتاج كل الكم ده من فلوت ولا فيلنج، فبينام فتبدا تستريح. فدي حاجه كويسه.
سايلنت ريفلكس. طب لو هو كاتشنج اب او المسج الامهات بوست ديسشارج او بعد ما المشكله اتحلت اللي بيرفع كتير، كام داون، بصي على الكيرف هتطمني ان انت احسن من مليون فورمولا، بس على فكره انا عرفت ايه المشكله بكم منها. او تيك هوم مسج الحمد لله. ثم الاخر الورك شوب ربنا يبارك فيكم انتوا متابعين ان شاء الله. One same complaint. افتكروا خمس دكاترة لما اتكلموا في الأول كلهم قالوا بنفس الكومبلينت، بس عندي 30,000 كوز و 30,000 تريتمنت، مش كلهم زي بعض، مش كل الكراين بيبي زي بعض، حتى لو توين كل واحد هيبقى غير التاني. Different causes, different treatment modalities. No one cure for all. No magic medications. محدش يقول لي أنا خدت الدواء، الدواء لوحده عامل زي بيزق عربية ما فيهاش موتور، عمرها ما هتدور. هتدور طول ما أنا زقاها، أنا بطل مش هتمشي. فمفيش حاجة اسمها خدت الدواء وشربته وكده، عملتي بومبنج، عملتي كوركتنج لاش، عملتي كومبليت ديفيكريشن، كل عملتي ستيميليشن في حياة الريلاكتيشن كونترول دي، أكيد الدكتورة قعدت ساعة في الكلينك مش هتقول لها كلي تاكل حاجة، عشان في مشكلة مع البرسبشن للاكتيشن كوركتنج كونترول. Think of causes while treating. وبعدين بنقول our messages من كل الورك شوب النهاردة summing up بقى للورك شوب. Breastfeeding is a gem، جوهرة بكل فوائدها اللي احنا قلناها وكل الناس عارفاها، حتى الست اللي مش متعلمه عارفه فوائد البريست فيدنج ونفسها مش بتعرف ما عرفتش. يبقى البريست فيدنج اذا جام جيف بريست فيدنج اتس ويل ديزيرف بروبر اتنشن. كلنا نفسنا بس احنا عملنا النوايا لوحدها مش كفايه. فايت فور بريست فيدنج، يعني دي اول مسج في الورك شوب دي بتاعتنا، حاجات ليها تريتمنت فنفايت لغايه ما نعمل تريتمنت. ده breast milk is the most adapted nutrition for term and preterm. دي كانت رسالة الدكتورة جيهان في المحاضرة بتاعتها. Allow free contact between mother and infant at NICU. دي كانت رسالة الدكتورة عبلة. Cue-based approach is associated with direct breastfeeding success and early discharge. كان رسالة أستاذة الدكتورة عفاف. And thank you. طولنا عليكم ونتمنى لكم الورك. شكرا دكتورة اسماء للمحاضرة الأكثر من رائعة فعلا براكتيكال. احنا متأخرين جدا فممكن بس سؤال أو سؤالين من الفلور. حد عايز أي أسئلة؟ السلام عليكم. ممكن بس نسأل الدكتورة عبير. دكتورة عبلة اسف. بالنسبة للبريماتور اللي احنا كنا ماشيين على التروفيك فيدنج، حضرتك احنا كنا عايزين نمشي بسرعة، فكان في جدول احنا كنا ماشيين من 15 ملي ل 20 ملي بير كي جي بير داي اور افري اذر داي اكوردنج تو التولرنس اوف ذا بيبي. حضرتك قلت بعد 5 ملي ممكن نسرع. طيب هل الجدول ده يكفي ولا في جدول؟ لا انا بس بديها الحاجه بتاعتي، يعني حضرتك الجدول اللي عند حضرتك ال 15 في اول يوم، احنا بس بنبدا تقريبا من ثاني يوم، يعني مش بناخدش اول يوم. وانتي هيمودايناميكال ستيبل احنا ممكن ندي ترافيك فيدي 1 ml per kg per feed، نزود 1 ml per kg per feed لما يوصل ل 5 ملي ملك well tolerated ويستحسن مرة لغاية 20 مرة يكون كوليسترول وما يكونش فورمولا، خاصة لو كان extremely premature baby. بعد ما يوصل ل 5 يبتدي ايدي تتفتح شوية، بدل ما يبقى بزود سنتي per kg per feed ازود كل 12 ساعة لغاية ما اوصل ل 50% من requirement، ازود كل ثالث رابع لغايه ما اوصل ل 75% من الريكوايرمنت، ازود كل رابع provided ان there evidence of tolerance، ما عنديش distinction but it is too spontaneously مش بالسبوزيتوري، ما فيش vomiting، ما فيش signs residue، بدل ملك وبدل ما زادش عن 50% من الفيب ما بوصلوش كتير، يعني ما بوقفش عشان عندي ريزيديو 2 سنتي او 3 سنتي، لان ده سكريشن اصلا. لا احنا ما بنعملش ريزيديو خلاص، احنا ما بنعملش، لكن المشكله في الفوميتنج. احيانا الفوميتنج دلوقتي بنبص نشوف هو اكثر من 50% ولا لا،
اذا كمان كان 50% من واحد في الرضاعه بعد كده بنكمل تاني. التبيبي فوق التشريك وانتي فده مش قصه، ده معناه ان في ستيزز وان انا عندي الموتيليتي بتاعت الدايت مش ماشيه في البروبر دايركشن، خاصه ان الولاد دول بيبقى عندهم علاقه بانتي بريستاتيك موفمنت وساعات بيكون عندهم الكوردينيشن، فلازم ابص واشوف ان انا عندي يعني افلس اوف ستيز. لكن انا بتكلم عن البيبي اللي ماشي ستريت فورورد واللي انا كل ما بزود سنتي از ويل اكسبتد والبادي كويس، ما عنديش فومتنج، ما عنديش ريفلكس، ما عنديش تشاكينج، ما عنديش براديكارديا، كل دي علامات بتقول ان الدنيا ماشيه كويس. ابتدي لما اوصل ل 5 سنتي بالفيت ازود 10 شويه. تمام. بالنسبه للايج 24 to 26 weeks medical legal احنا بنبقى اكسبت ذا يونت عندنا ناخده 24 to 26 weeks بيعتمد على الليفل بتاع حضرتك في يونت، يعني للاسف احنا بناخد اي حاجه في اي مكان، لكن المفروض اللي هم الليزر 1 كيلو دول بيتاخدوا في ليفل 3 and 4 يونت، ما اقدرش اخده في ليفل 2 او ليفل 1، فلازم يكون عندي فاسيلتي ان انا احتاج. احنا بالنسبه لنا في اسيوط احنا مطبقين وحده اسمها الكانجارو، احنا بناخد الستيبل. انا بقول لحضرتك الوحده دي جايه بنتائج كويسه جدا. بالنسبه للستيبل بريماتيور احنا بناخدهم بنحطهم سكين تو سكين لغايه لما المذر تتعلم وتبقى اكسبتد وجايب نتائج كويسه جدا يعني، بس يا ريت يتطبق يبقى على مستوى. شكرا. دلوقتي في كافي بريك لحد الساعه 3.